السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من المونديال على قناة الأهلي. اليوم ال 13 في مونديال روسيا 2018. اللي عايز يعرف يعني إيه خروج مشرف وأداء على أعلى مستوى يتفرج على مباراة الأرجنتين ونيجيريا، يتفرج على مباراة بيرو وأستراليا، يتفرج على مباراة المغرب وإسبانيا. ثلاث فرق لما نشوف إيه وضعهم في المجموعة هنلاقي ان كل منتخب بيلعب لحد اخر وقت، سواء عندك فرص في التاهل او ما عندكش. منتخب نيجيريا بيجاري منتخب الارجنتين، وزي ما احنا شفنا وتابعنا منتخب الارجنتين عايز الحكم يصفر بسرعه. منتخب الارجنتين قدم كوره تليق فعلا بالقاره الافريقيه، عندهم لعيبه على اعلى مستوى، عندهم منظومه ناجحه، عندهم لعيبه محترفه، عندهم مدير فني عرف ان هو يعني يعمل توليفه تخرج بالمستوى اللي احنا شفناه لمنتخب نيجيريا. منتخب نيجيريا خساره ومكسب، وخساره غير مستحقه امام المنتخب الارجنتيني. شفنا تالق من احمد موسى، شفنا جون اوبي ميكيل، شفنا يعني عايزين نقول ان تقنيه الفيديو للاسف جايه بخساره على بعض المنتخبات اللي ملهاش اسم كبير في العالم. يعني ركله جزاء او لمسه يد لمنتخب نيجيريا وواضحه للجميع، والحكم بيعود الفيديو ومش بيحسبها، وكلنا اكيد شفنا وتابعنا ان هي فيها لمسه يد. هتقول لي بقى جت في دماغه لمست ايده، انا في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم على اللي احنا شايفينه. منتخب بيرو ما عندوش اي امل ولا عنده اي وسيله للصعود الى دور 16، ومنتخب استراليا نازل المباراة بدوافع أكتر من منتخب البيرو. منتخب بيرو بيفوز على منتخب أستراليا، أنا ماليش دعوة أنت ظروفك في المجموعة إيه ولا أنت طموحاتك في المجموعة إيه، كل اللي أنا عارفه إن أنا جاي كأس عالم أأدي أداء مشرف، أعمل اللي عليا، ظروف المباراة خدمتني ما خدمتنيش أنا جاي أعمل اللي عليا. منتخب المغرب طبعًا غني عن الكلام وغني عن إن إحنا نتكلم عليه، لكن بمنظومة ناجحة، بمنتخب أول، بمنتخب أولمبي، بمنتخب محليين، ثلاث منتخبات مع منتخبات الناشئين وشباب بيخدموا على المنتخب الأول، طبيعي جدا هنلاقي في طفرة في المنتخب المغربي. اللي احنا بنتكلم عليه أكيد يعني بعد الصفر أو بعد إخفاق المنتخب المصري، يعني ربنا يستر ويكون في تعادل سلبي، يعني لو تونس وبنما يعني حصل نتائج، احنا بنبص على ان ممكن منتخب مصر الوحيد اللي ما يكونش عنده نقاط خالص، يعني تونس وبنما لو حصل تعادل هيبقى كل واحد عنده نقطة، منتخب بولندا لو تعادل هيبقى عنده نقطة، لكن منتخب مصر ما عندوش. المنتخب يعني ممكن او دي يعني لسه هنشوف على حسب نتائج المجموعات، ان منتخب مصر ممكن يكون المنتخب الوحيد اللي في كل المجموعات اللي ما عندوش نقط تماما. يعني حضراتكم مدركين مدى يعني الخروج اللي احنا خرجنا بشكل ما كناش حابين ان احنا نخرج بيه، خرجنا بمستوى غير لائق على امكانياتنا وطموحاتنا لا تتناسب ولا تتماشى مع مستر هيكتور كوبر. مستر هيكتور كوبر مدرب اكيد حقق انجازات ومدرب قوي، بس على من وجهة نظري في صعيد الأندية في صعيد اوروبا عايزين حد يكون عارف طبيعة اللاعب المصري، تعامل في أفريقيا قبل كده. منتخب نيجيريا ده يا جماعة صعد في أقوى مجموعة، منتخب نيجيريا ده اللي احنا طلعناه من تصفيات أمم أفريقيا صعد في مجموعته في كأس العالم علشان يصبح أول مجموعة أو أول فريق يوصل، أول فريق أفريقي يوصل لكأس العالم هو نيجيريا. مجموعته كانت الكاميرون، كانت الجزائر، كانت زامبيا، مجموعة الموت، وصعد فيها من الجولة الخامسة أعتقد. فبالتالي شرف كرة أفريقيا، قدم كرة جميلة، هاجم. المنتخب لما بيهاجم أو أي منتخب لما بيهاجم بيبقى ليه شكل، أيا كان بتلعب مين المنتخب اللي قدامك هيعمل لك حساب، هيعمل لك ألف حساب كمان. فبالتالي شفنا نيجيريا النهاردة هاجمت، دخل فيها هدف ما استسلمتش، سجلت هدف كانت قريبة جدا من تسجيل الهدف الثاني، لكن الأرجنتين وخبرة الأرجنتين كانت كافية بصعود المنتخب الأرجنتيني لدور 16 ليلاقي المنتخب الفرنسي في أول يعني أول نهائي مبكر، وكمان ماشيين في سياق إن لسه ما فيش مفاجآت في مونديال روسيا، لسه مش عارفين ألمانيا وضعها إيه، لسه مش عارفين باقي المجموعات، عندنا يعني لسه في ماتشات بكره وبعده، فبالتالي اخر يوم هو يوم الخميس، لكن احتمال يحصل مفاجاه واحتمال لا، لكن احنا كمشجعين كره قدم بنتمنى عدم حدوث اي مفاجات للاستمتاع باداء كل المنتخبات اللي موجوده في
في مونديال روسيا 2018. كل الفرق اللي موجوده كلها منتخبات على اعلى مستوى، كلها منتخبات قويه، كلها منتخبات وصلت عن جداره واستحقاق، فيها اللي ادى بشرف وفيها اللي ادى بمستوى جيد وفيها الذي لم يؤدي. واكيد طبعا احنا عارفين وشفنا ان يعني كان نفسنا ان منتخب مصر يكون موجود في اسهل مجموعه في كاس العالم، اسهل مجموعه. شفنا كلنا منتخب اورجواي اللي احنا 1-0 بالعافيه في اخر دقائق من المباراه بيفوز على منتخب روسيا الضعيف، اللي في ناس بتتكلم وبتقول ان روسيا منتخب قوي، منتخب روسيا منتخب متواضع. احنا اللي ادينا له الفرصه ان هو يسجل فينا 3 اهداف ويخرج ب3 نقاط تكون سبب في صعوده الى ال16. تخيلوا حضراتكم كنا تعادلنا مع روسيا، كنا كسبنا ماتش السعوديه، كانت اورجواي كسبت روسيا، كان الموضوع هيبقى مختلف، كنا ممكن يكون يعني لينا حظوظ. لكن قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله محدش دايما بيتعلم ببلاش، لازم يكون في اخطاء علشان يتم مراجعه الاوراق والمحاسبه. طبعا النهارده يعني زي ما احنا معودين حضراتكم على البدايه بيكون معانا فقره الاخبار، بيكون معانا بعديها فقره الثانيه فقره اليوم وغدا، وبنستعرض مع حضراتكم مباريات اليوم والنتائج والمجموعات وايضا مباريات غدا. الفقره الثالثه يعني هيكون معانا فقره تليفونيه، بعض التليفونات اللي بتكون من روسيا او من مصر مع نقاد رياضيين او لاعبي كره قدم علشان نتناقش معاهم في خروج منتخب مصر وايضا في كاس العالم. خلاص منتخب مصر خرج، بقى عندنا بطوله كاس عالم، بقى عندنا متعه، بقى عندنا اثاره، فهنستمتع مع نجومنا في التليفون بتحليل كاس العالم والرؤيه الفنيه. الفقره الرابعه هي حكاوى المونديال، بنختار لحضراتكم حكايه بنحكيها حصلت في المونديال الحالي. يعني ممكن يكون كتير منكم مش متابع الاخبار قوي، لكن بنختار لحضراتكم قصه مشوقه، فبالتالي بنحكيها لحضراتكم وبنعرض فيديو لو ليها فيديو، فبالتالي اخترنا النهارده لحضراتكم قصه جميله جدا ان شاء الله هنحكيها لما يجي وقت الفقره. اما الفقره الخامسه هي فقره محببه لكل الجمهور الاهلاوي، هي فقره اهلاوي في المونديال. اهلاوي في المونديال، بنختار ليكم لاعب شارك في مونديال ايطاليا 34 او مونديال ايطاليا 90، لاعب اهلاوي شارك، بنجيب لحضراتكم تقرير عنه وبنعرف حضراتكم بيه علشان طبعا الاجيال اللي ما عصرتش 2 كاس عالم، منهم انا يمكن ما عصرتش كاس عالم 90 ولا 34 اكيد، فبالتالي بنعرف معلومات عن نجومنا الاهلاويه اللي شاركوا في بطوله كاس العالم النسختين مع منتخب مصر. اما الفقره السادسه اللي بنشارك حضراتكم فيها ارائكم، بننزل الشارع بنسجل معاكم تقارير مختلفه عن اداء منتخب مصر، عن فرص المنتخبات الكبيره، رايهم كمان في المنتخبات زي البرازيل وزي الارجنتين وزي نيجيريا وزي المغرب، واكيد هيكون معانا تقارير النهارده كتيره من الشارع. اما الفقره الاخيره وهي فقره الضيف، هيكون معايا النهارده ان شاء الله الناقد الرياضي عمر صبحي علشان نتكلم معاه بالتاكيد على منتخب مصر وايضا على مباريات اليوم ومباريات غدا اللي مولعه في كاس العالم. مفيش شك ان كاس العالم واحده من امتع البطولات اللي احنا عاصرناها، مونديال روسيا 2018، واهم ميزه فيها ان هي لم يحدث فيها حتى الان اي مفاجات. قبل ما ابدا اخباري مع حضراتكم هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بكم من جديد، وابدا مع حضراتكم الفقره الاولى هي فقره الاخبار. يعني الخبر الشائع والمنتشر واللي اكيد كل الصحافه والاعلام اتكلموا عليه، الاتحاد كره القدم يوجه الشكر لمستر هيكتور كوبر والجهاز الفني بالكامل، وبالتالي يعني يصدر الستار على خروج مصر في كاس العالم روسيا 2018، وهنشوف لسه اتحاد الكره بيفكر ازاي في الفتره القادمه. اكيد طبعا الخيار الاول لاتحاد الكره هو وجود بديل لمستر هيكتور كوبر وهو بديل اجنبي، ده الفكر السائد مع اتحاد الكره، لكن نتمنى ان هو يكون ملم بالكره الافريقيه، عنده خبره شويه او عنده بعض المعلومات اللي موجوده عند الكره المصريه، يكون عارف طبيعه اللاعب المصري، وان شاء الله يوفق في اختيار مدير فني جديد يقود منتخب مصر في تصفيات افريقيا وايضا في تصفيات كاس العالم. وزي ما احنا عارفين ان بعثه المنتخب ايضا وصلت الى القاهره بعد اخفاق المونديال. يعني اكيد طبعا يعني منظر يعني ما كناش نتمنى ان احنا نشوف لعيبه منتخب مصر شعور سيء جدا بعد الهزيمه، لكن هو ده حال كره القدم. لعيبه اكيد تتحمل جزء، لكن الجزء الاكبر للجهاز الفني بالكامل. احنا عارفين ان دايما المدير الفني هو اللي بيكون عليه الدور الكبير جدا في
يعني اختيار اللاعبين، توظيف اللاعبين، المهام داخل الملعب، كل حاجة بتخص المدير الفني ومدير الفني الشجاع اللي بيطلع دايما بعد كل إخفاق وبعد أي إخفاق بيتحمل المسؤولية كاملة. محمد النني لاعب منتخب مصر ولاعب أرسنال تصريح على لسانه: كنا نريد إسعادكم، شكرا لكل من دعمنا من أي مكان. يعني دي التويتة اللي نشرت على حساب محمد النني. يعني احنا اتكلمنا، يعني شرحنا فيها لحضراتكم ملخص التويتة، لكن محمد النني اكيد هيبدأ فترة اعداد مع أرسنال ويبدأ دوري جديد مع مدير فني جديد أمري تشان، واكيد يوناي أمري اسف، وبالتالي هنشوف بقى النني ان شاء الله في سنة جديدة مع أرسنال إن شاء الله ربنا يوفقه ويقدر إن هو يقدم مستوى طيب ويقدر يفرض نفسه على مدير فني جديد لفريق أرسنال. أما الكابتن، يعني كابتن فايز بيطالب بمساندة لاعبي المنتخب، كابتن محمود فايز كتب على صفحته الفيسبوك، كتب يعني خبر أو بدأ يعني بعد خروج المنتخب زي ما حضراتكم شايفين قدامكم، كتب على الفيسبوك يعني زي ما قال صغير بيطالب فيه بدعم جمهور للمنتخب الوطني، وكتب بعض الكلمات اكيد اللي تحترم، كل الناس ادت اللي عليها لكن ربنا مش رايد او قدر الله وما شاء فعل. استاذ ايهاب لهيطه مدير المنتخب بيقول ان البروتوكول لا يلزم محمد صلاح بحضور المؤتمر الصحفي للقاء السعوديه بعد ما تم اختيار محمد صلاح رجل المباراه في مباراه مصر والسعوديه. ما كانش في وجود لمحمد صلاح، فبالتالي في كلام طلع ان الفيفا هيحقق مع محمد صلاح لغيابه عن المؤتمر الصحفي او لعدم استلامه الجائزه، فبالتالي الاستاذ ايهاب لهيطه طلع واتكلم وقال ان البروتوكول ما بيقولش الكلام ده. اما المنتخب صلاح شعر ببعض الالام بعد مواجهه السعوديه لكنه بخير الان، ربنا يشفيك ويعافيك وان شاء الله تبقى جاهز 100% لبدايه موسم طيب مع فريق ليفربول وتقدر تحقق اللي انت حققته في الموسم الماضي. الاتحاد السعودي يعلن تمديد عقد بيتزي المدير الفني للمنتخب، طبيعي جدا يعني راجل ثلاث مباريات، اهم من مباراه بالنسبه له كانت مباراه مصر، حاولوا ان هم يحققوا ثلاث نقاط، احنا عارفين ان مصر والسعوديه كانت فرصهم ضعيفه لكن بالنسبه للسعوديه مهم جدا ثلاث نقاط في مونديال، اعتقد دي ثاني احسن مشاركه او ثاني احسن نتائج للمنتخب السعودي بالرغم من خساره منتخب السعودية أمام منتخب روسيا بخمس أهداف مقابل لا شيء، لكن يبقى بيتزي عمل إنجاز بالنسبة للسعودية. بيتكوفيتش يدافع عن ثلاثي منتخب سويسرا بعد غرامة الفيفا. بيتكوفيتش وسويسرا، احنا عارفين أن مباراة سويسرا وصربيا الأخيرة شهدت بعض الإشارات السياسية من جانب تشاكا ومن جانب شاكيري كونهم من أصول ألبانية استفزازا لصربيا اللي هي كانت يوغوسلافيا اللي هي صربيا ومونتينيجرو، وبالتالي الفيفا بعد ما فتح تحقيق وقرر الفيفا، احنا عارفين ان هو دايما بيقول ان ما فيش تدخل رياضي ليه علاقه بالسياسه ولا سياسه في الرياضه، بالتالي يعني احتسب ان دي اشاره سياسيه خارجه، وبالتالي فرض الغرامات الماليه على ثلاثي المنتخب السويسري. اما ايدن هازارد يعود لتدريبات المنتخب البلجيكي استعدادا لمواجهه انجلترا، واول يعني اختبار حقيقي للمنتخب الانجليزي بمواجهه بلجيكا يوم الخميس. مدرب المكسيك الكولومبي خوان كارلوس اوزاريو لن نكتفي بالتعادل امام السويد. انجيلا ميركل المستشاره الالمانيه تعلن عدم حضورها مباراه المانيا امام كوريا الجنوبيه بالمونديال، واخواكيم لوف سنفعل كل شيء للفوز على كوريا الجنوبيه. تشين تاي يونغ المدير الفني الكوري الجنوبي لا يوجد ما يمنع على فوز كوريا الجنوبية على ألمانيا. أما فرناندو هيرو ينتقد لاعبي أسبانيا رغم التأهل لدور الستة عشر في المونديال، احنا عارفين أن أسبانيا يعني بقرار تحكيمي خاطئ في مباراة المغرب تعادلت مع منتخب المغرب، منتخب إيران كان عنده فرصة لكن المباراة مشيت في صالح المغرب وفي صالح البرتغال، وبالتالي أسبانيا والبرتغال بيصعدوا مع بعض. ما فيش شك ان المجموعه دي مجموعه ناريه، الاربع فرق ادوا بشكل رائع جدا جدا، لكن في الاخر الاسامي الكبيره في مونديال روسيا هي اللي تتفوق على المنتخبات الاقل خبره، ما فيش حاجه اسمها اسامي صغيره لكن في منتخبات اقل خبره من المنتخبات الكبرى. منير الحدادي المغرب تعرض لظلم تحكيمي في المونديال، يعني تقنيه الفار او تقنيه الفيديو للاسف كنا فاكرين ان هي هتنصف المنتخبات لكن هي
يعني للأسف هي ما أنصفتش المنتخبات الصغيرة، هي معمولة فقط للمنتخبات الكبيرة. ده على ما حسب بعض التقارير والصحف بتتهم نظرية الفار وهي نظرية الفيديو. مارادونا، كولومبيا وأورجواي ينعشان أمال كرة أمريكا الجنوبية في المونديال. مارادونا طبعا الأعظم في العالم في كرة القدم، بيتكلم على أن كولومبيا وأورجواي، أكيد أورجواي صعدت خلاص عندها 9 نقاط، أول المنتخبات اللي حققت العلامة الكاملة، ومنتخب كولومبيا بيتفوق يعني 3 أهداف على منتخب بولندا، وبالتالي عنده فرصة كبيرة في الصعود. وفي مجموعة أيضا قوية جدا معهم اليابان، معهم بولندا، معهم السنغال. هنشوف المباراة الأخيرة تشهد صعود منتخب كولومبيا ولا لا. كانتي رجل مباراة فرنسا والدنمارك. فرنسا والدنمارك مباراة زي ما احنا شفنا يعني الوحيدة اللي انتهت بتعادل سلبي في المونديال، لكن ما كانش فيها متعة كرة قدم، يعني زي ما يكون الاثنين متفقين على خروج بنتيجة سلبية، وبالتالي الاثنين صعدوا مع بعض. فرنسا والدنمارك التعادل السلبي الأول في المونديال. البيروفي أندري كاريو أفضل لاعب في مباراة بيرو وأستراليا، أعتقد أن بيرو هيكون لها شأن كبير جدا في مونديال القادم لو صعدت في التصفيات. قدمت مونديال مش وحش، شفنا الفوزها الأخير على منتخب أستراليا، وبالتالي منتخب بيرو من المنتخبات المشرفة واللي خرجت من الباب الكبير. فخر الدين بن يوسف، القرعة ظلمت تونس في المونديال. القرعة ظلمت منتخب تونس، ظلمت منتخب المغرب، ظلمت منتخب نيجيريا، لكن في الأول وفي الآخر المونديال 32 فريق كلهم أقوياء، اللي يبقى موجود في كأس عالم لابد أن يكون على أتم استعداد أنه يواجه أي حد. شفنا منتخب المغرب لولا يعني بعض الأخطاء وبعض سوء التوفيق كان زمانه موجود في دور الـ16. المنتخب التونسي يصل سارنسكي استعدادا لمواجهة بنما. سارنسكي طبعا المدينة اللي هتكون أو هيتلعب فيها مباراة تونس وبنما. نتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب التونسي في أداء مباراة جيدة والخروج بـ3 نقاط وأداء مشرف للمنتخبات العربية، وإن شاء الله منتخب تونس قادر على فوز في مباراة بنما. أما تشيتشاريتو لعب المكسيك، نلعب في مجموعة الموت في مونديال روسيا، طبعا مجموعة ألمانيا والمكسيك والسويد أكيد طبعا مجموعة قوية جدا، وكوريا أيضا مجموعة قوية جدا جدا، وبالتالي المكسيك ضمنت الصعود، هتلعب المباراة القادمة ضمانا للعلامة الكاملة وضمانا أيضا في تحقيق المركز الأول. كده كده المكسيك وصل الأول، لكن طبعا العلامة الكاملة وأيضا الثقة في النفس والثبات والدفع الإيجابية اللي ممكن تاخدها في المباراة القادمة لدور الـ16. أما تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل لا تبحث عن الثأر خلال المواجهة المحتملة أمام ألمانيا. 7-1 بتطارد المنتخب البرازيلي في الصحف العالمية، لكن تيتي مدير فني عاقل جدا اتكلم وقال أنا الثأر لا يعنيني، لكن أعتقد أن الفوز كفاية قوي على رد منتخب ألمانيا أو الصحف العالمية على 7-1 وتقرارها. وهل منتخب ألمانيا 2014 هو 2018؟ ده اللي احنا هنشوفه لو القرعة أو لو نظام الترتيب جه في صالح ألمانيا والبرازيل. أما فان مارفيك لا أعرف مستقبلي مع أستراليا بعد الخروج من المونديال، والفيفا يفرض غرامات ويوجه تحذيرات بعد مباراة ألمانيا والسويد. الفيفا حاسم جدا جدا أكيد، يعني بعد كل حدث بنلاقي أن في عقوبات صارمة وفي تدخلات، زي ما احنا عارفين أن لما بيحصل أي مشكلة لما بيتاخد أكشن ده بيبقى جرس انذار لكل الناس اللي مشاركه في المونديال. لما الاكشن بيتاخر ده ممكن يدي رعونه شويه للفرق واللاعبين اللي بيشاركوا في المونديال. اهلا بحضراتكم من جديد، ونروح للفقره الثانيه وهي فقره اليوم وغدا واستعراض مباريات اليوم ومباريات غدا ان شاء الله وترتيب المجموعات النهائيه للمجموعه الثالثه والرابعه. شفنا 4 لقاءات اليوم، لقاءين في الساعه 4، منتخب فرنسا بيلاقي منتخب الدنمارك، ومنتخب استراليا بيلاعب منتخب بيرو.
فرنسا والدنمارك مباراة يمكن كان فيها حظر دفاعي من المنتخب الدنماركي. منتخب الدنمارك حريص جدا على انه يصعد دور ال 16، وبالتالي يعني عمل اللي هو عايزه وحصل على نقطة مهمة جدا جدا، وكانت سبب في صعوده إلى دور ال 16. فرنسا واحد من المنتخبات المرشحة وبقوة للفوز ببطولة كأس العالم. منتخب فرنسا هو أغلى منتخب من حيث القيمة التسويقية، بيتعدى المليار يورو، وبالتالي منتخب عنده لعيبة على أعلى مستوى. لكن وجهة نظري الفنية المتواضعة إن منتخب فرنسا ينقصه مدير فني على مستوى عالي، ممكن ديدي ديشام طبعا كابتن فرنسا ولاعب أكيد دولي كبير، لكن منتخب فرنسا محتاج مدير فني زي زين الدين زيدان يعرف يطلع أحسن ما في اللاعبين، عنده سكواد على أعلى مستوى، كمان اللعيبة اللي ما أخدهاش يعني قبل اللقاء أستراليا هي اللي عندها أمل بالوصول. منتخب بيرو ما عندوش أي أمل، منتخب بيرو داخل المباراة بصفر من النقاط. منتخب بيرو بيفوز على منتخب أستراليا بهدفين مقابل لا شيء. هو ده الإصرار، هو ده الحماس، هو ده الاجتهاد، هو ده لما مدير فني ولعيبة يتفقوا مع بعض إن إحنا لازم نأدي اللي علينا في كأس العالم، أيا كان إيه نتائجنا، أيا كان شكلنا عامل إزاي، لازم لحد آخر وقت في جمهور جاي يتفرج علينا، في جمهور متواجد جاي من آخر الدنيا علشان نشرفه ماسك علم بلدنا، بنمثل بلدنا، وان احنا نلبس تيشرت المنتخب ونلعب باسم البلد ده حاجه كبيره جدا جدا، عمر ما حد هيحس بيها غير لما يكون واحد بيلعب في الملعب او واحد موجود من المشجعين داخل ارضيه الملعب بيسمع النشيد الوطني. يعني بيحصل يعني مشاعر وعاطفه وحب كبيره جدا جدا جدا. كلنا شفنا لما منتخب مصر كان بيلعب كنا عاملين ازاي، لما منتخب عربي تاني بيلعب بنكون متعاطفين معاه ازاي، لما منتخب افريقي بيلعب بنبقى عاملين معاه ازاي. فبال حضراتكم بقى مشجعين المنتخب نفسهم لما يكونوا موجودين مع منتخب بلدهم في داخل ارض الملعب في اكبر بطوله عالميه للمنتخبات هي كاس العالم. لكن بيرو بيشرف الجمهور اللي موجود وبيساعده، بيخرج من مونديال روسيا بثلاث نقاط في مجموعه صعبه وفي تجربه مش وحشه تماما للمنتخب البيروفي، وان شاء الله اكيد المنتخب البيروفي في مونديالات قادمه اكيد هيحقق المزيد من النجاحات. اما منتخب استراليا ما فيش شك ان هو بيبقى موجود دايما في المونديال، واحد من اكبر المنتخبات الموجوده في اسيا، وبالتالي منتخب استراليا اكيد عنده المزيد اللي يقدمه للكره العالميه ولكؤوس عالم جايه كتير هيشارك فيها ويحقق فيها نجاحات. اما المجموعه الرابعه مجموعه دي هي من أشرس المجموعات اللي موجودة في كأس العالم. منتخب كرواتيا عنده أيضا العلامة الكاملة، زي ما احنا قلنا أن أورجواي أول منتخب حقق العلامة الكاملة، منتخب كرواتيا هو أول منتخب تاني منتخب يحقق العلامة الكاملة في طبعا زي ما احنا شفنا تسع نقاط، بيفوز على منتخب أيسلندا، بيتألقوا النهاردة المدير الفني بيريح حوالي تسع لاعبين أو ثمان لاعبين على ما أتذكر من التشكيلة الرئيسية، وبالتالي ده يدل على حاجة واحدة بس، إن أي مدير فني بيضم 23 لاعب معاه في القايمة هم مش تحصيل حاصل أو مش كمالة عدد أو مش عشان خاطر أملى عندي القايمة فأحط أسامي وزي ما تيجي تيجي، لا، اللعيبة كلهم اللي موجودين كلهم لعيبة أساسية، اللعيبة الأساسية لعبت مباراتين أخدوا ست نقاط، النهاردة رايح تسع لاعبين أو رايح ثمان لاعبين، اللعيبة اللي موجودة أيضا على مقاعد البدلاء حققت فوز على منتخب ايسلندا العنيد 1-0 1-1 2-1. منتخب كرواتيا من المنتخبات اللي انا وكتير مرشحينه للفوز ببطوله كاس العالم. كاس العالم 2018 من وجهه نظري هي بطوله تعترف بالجهد والاجتهاد داخل الملعب، والدليل على كلامي منتخب الارجنتين. ميسي وديبالا ودي ماريا وهيجواين وماسكيرانو بيعفروا لحد اخر وقت، عمرها ما كانت بالاسامي في مونديال روسيا، منتخب او مونديال روسيا هي بالجهد وبالكفاح. كرواتيا بتحقق العلامه الكامله والارجنتين بتنجو من التعادل والخروج او الهزيمه امام منتخب نيجيريا، وبتصعد او بيصعد المنتخب الارجنتيني ومنتخب نيجيريا واسلندا بيخرجوا. فهنتابع مع حضراتكم او على الشاشه حالا دلوقتي هنستعرض معاكم نتائج المجموعات، ونبدا بالمجموعه الثالثه
الدنمارك وفرنسا في المجموعة الثالثة، وفي نفس التوقيت أستراليا وبيرو. الدنمارك بتتعادل سلبيا مع فرنسا 0-0، وبكده تكون أول مباراة بتنتهي في المونديال بالتعادل السلبي. أما أستراليا وبيرو، وبيرو بتنجح أنها تفوز 2-0 على منتخب أستراليا. المجموعة دي ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الثالثة من المباريات. منتخب فرنسا لعب 3 مباريات، عنده 7 نقاط، فوزين وتعادل ولا يوجد هزيمة. منتخب الدنمارك لعب 3 مباريات، فوز وحيد وتعادلين ولم يهزم في أي مباراة، وعنده من النقاط 5. منتخب بيرو لعب 3 مباريات، فاز في مباراة ولم يتعادل في أي مباراة، لكنه هزم في مباراتين وعنده من النقاط 3. منتخب أستراليا صاحب المركز الرابع والأخير، لعب 3 مباريات، لم يفز في أي مباراة، وتعادل في مباراة وهزم في مباراتين، وعنده من النقاط 1 نقطة فقط. نروح للمجموعة الرابعة ونتائج المجموعة الرابعة في آخر جولة. نيجيريا بتخسر من الأرجنتين 2-1 بعد مباراة نارية من جانب منتخب نيجيريا اللي شرف الكرة الأفريقية، والأرجنتين تفوز 2-1 على منتخب نيجيريا. أما أيسلندا بتخسر بنفس نتيجة نيجيريا والأرجنتين 2-1 لصالح منتخب كرواتيا. نروح لترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة الثالثة والجولة الحاسمة اللي بتقول مين هيصعد لدور 16 ومين هيروح. منتخب كرواتيا لعب 3 مباريات، فوز في 3 مباريات، لم يتعادل ولم يهزم، 9 نقاط، يعني 9 من 9. منتخب الأرجنتين لعب 3 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر في مباراة، عنده من النقاط 4 نقاط. منتخب نيجيريا منتخب المشرف للكرة الأفريقية في المركز الثالث، لعب 3 مباريات، فاز في مباراة ولم يتعادل في أي مباراة وهزم في مباراتين، وعنده من النقاط 3 نقاط. منتخب أيسلندا في تجربة فيها إيجابيات كتير جدا، لعب 3 مباريات، لم يفز في أي مباراة وتعادل في مباراة وهزم في لقاءين، وعنده من النقاط 1 نقطة. مباريات بكرة إن شاء الله صربيا والبرازيل، دي المجموعة 5، صربيا والبرازيل وسويسرا وكوستاريكا. لقاءات صعبة جدا. صربيا بعد ما فازت في مباراة أولى خسرت في مباراة تانية، هنشوف البرازيل هتقدر تعمل إيه. البرازيل أكيد دايما بتحب تصعد أول في كل حاجة، فلابد من أن البرازيل تفوز على منتخب صربيا. أما منتخب سويسرا وكوستاريكا، سويسرا عندها أيضا 4 نقاط تتساوى مع البرازيل، عندها مهمة أيضا صعبة أمام كوستاريكا. البرازيل لو فازت أمام صربيا وسويسرا لو فازت قدام كوستاريكا، الاثنين يصعدوا مع بعض، وبالتالي يعني الحسابات قوي، يعني احنا بنقول لحضراتكم الحسابات السريعة، لكن المجموعة السادسة ولقاءات غدا، كوريا الجنوبية أمام ألمانيا، مباراة أكيد صعبة. كوريا الجنوبية أكيد بتلعب للخروج المشرف أمام منتخب ألمانيا اللي لازم يفوز في مباراة بكرة، ومنتخب المكسيك في مباراة نارية أمام منتخب السويد. منتخب المكسيك خلاص ضمن، لكن منتخب السويد عنده مهمة أن هو لازم يفوز على منتخب المكسيك علشان يكون موجود في دور 16 زي ما احنا عارفين وزي ما احنا شفنا. مونديال كله مشوق، مونديال كله صعوبات، وبالتالي هنشوف بكرة إن شاء الله يوم أيضا مليء بالمباريات المهمة جدا. طيب هنروح طبعا لفاصل سريع، وبعديها هنرجع نستقبل مع حضراتكم فقرة الثالثة وعلى التليفون من روسيا علشان نبدأ بالمكالمات مع نقادنا الرياضيين. اهلا بحضراتكم من جديد، ونطير على روسيا مع الاستاذ محمود شوقي الناقد الرياضي علشان نتكلم معاه على المونديال، وايضا نتكلم معاه على اخفاق منتخب مصر امام منتخب السعوديه. استاذ محمود برحب بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ عمر، تحياتي ليك ولمشاهدينك الكرام. تحياتي لحضرتك. يعني حضرتك كنت موجود وحاضر لقاء نيجيريا والارجنتين على حسب معلوماتي، وبالتالي اكيد حاليا في الميكس زون للمباراه.
يعني اكيد اكيد يا استاذ محمود، مباراه ممتعه، مباراه مشرفه للكره الافريقيه. منتخب نيجيريا قدم عرض مميز، واعتقد ان هو لا يستحق الخروج، لكن الخبره ومنتخب الارجنتين هي اللي كانت حاسمه للمباراه. كلمني بقى على اجواء المباراه ورؤيتك الفنيه لمنتخب نيجيريا، وهل منتخب نيجيريا يعني استحق ان هو يكون خارج دور 16 للمونديال؟ والله هي مباراه تستحق عنوان واحد، هذه هي كره القدم. مظبوط، احيانا تلعب ثم تخسر، لكن في النهايه نرفع القبعه لمن يجتهد. اكيد نيجيريا اشعرتني انا شخصيا بالخجل، لانهم قدموا مباراه كبيره، اجتهاد طوال 90 دقيقه، مهارات طيبه داخل الملعب، في مواجهه اساطير ضمنهم النجم الاكبر والاشهر ميسي. طبعا في الوقت اللي احنا طبعا ما قدمناش فيه ما يرضي جمهورنا العريض، لاعبتنا خذلونا، ومدربنا افقدنا امبارح المعنى الجميل لكره القدم والمتعه الحقيقيه في الساحه المستديره. النهارده نيجيريا بصراحه بترفع راس افريقيا كلها رغم الخروج، سبحان الله يعني رغم الخروج من البطوله الا ان الناس كلها بتحييهم. عاوز اقول لك يا كابتن عمر انه الجمهور الارجنتيني الغفير اللي حضر مباراه اليوم وجه تحيه كبيره جدا لمنتخب نيجيريا اثناء الخروج من الملعب. ميسي نفسه حرص على تحيه لاعبي نيجيريا، كل تقريبا المتواجدين الصحفيين الاجانب اشادوا بمنتخب نيجيريا ممثل افريقيا، وبالتالي نشعر بالفخر اليوم ان افريقيا عندها فريق بهذا الشكل وهذه القوه في الوقت اللي فرق اخرى خذل الجمهور بشكل كبير. استاذ محمود، يمكن مش نيجيريا بس اللي خرجت وشرفت الكره الافريقيه، ايضا منتخب المغرب. يعني كلنا كنا لما تابعنا مباراه المغرب واسبانيا كلنا ايضا شعرنا ب يعني الحزن لسوء اداء منتخب مصر، بالرغم من ان احنا كان عندنا فرصه كبيره ان احنا نبقى موجودين في دور ال 16 في اضعف مجموعه في المونديال. ايه الفرق يا استاذ محمود ما بين المنتخبات الافريقيه في اختيار مدير فني يتناسب مع امكانياتها وقدراتها وملم بالكره الافريقيه، والفارق ما بيننا احنا كمصر في اختياراتنا للمدير الفني اللي بيقود المنتخب الوطني؟ سؤالك رائع ودقيق وله معاني كثيره. استطيع ان ارد عليك بسهوله شديده، ان احنا رحنا كاس العالم بمدرب لا يستحق التواجد في هذا المونديال. تمام. المغرب حديث المونديال تقريبا خلال الايام الاخيره. تمام. معاهم مدرب عالمي طبعا رينالد، مدرب عالمي. بالمناسبه يعني كل المتواجدين في المونديال بيتكلموا عن هذا المدرب، وانه صنع فريق طبعاً ممتع، يلعب كره هجوميه، لا يخاف من المنافسين، ليس جبانا على الاطلاق. في الوقت ان احنا رحنا في كاس العالم بعد 28 سنه، وبالمناسبه كابتن عمر احنا كلنا اشادنا بفيكتور كوبر عند صعوده منتخب مصر الى نهائي كاس العالم، وكلنا وقفنا وراه في امم افريقيا الاخيره وصعد للنهائي. لكن ان تلعب في المونديال بهذا الشكل المخزي، ده اللي كان صادم بالنسبه للجماهير. كانت فرصه ذهبيه ان احنا نلعب بشكل هجومي زي نيجيريا، زي المغرب، حتى كمان تونس رغم انتصاراتها الكبيره الا انها كانت بتلعب وكانت بتحاول. يكفي ان انا اقول لك ان منتخب مصر من اقل المنتخبات محاوله على المرمى، وده اعتقد رقم سلبي غريب يا استاذ محمود. لو ما خدناش ولا نقطه واحده، ما انا كنت لسه اقول لحضرتك لو منتخب تونس وبنما المباراه انتهت بتعادل، يعني بتعادل بين الفريقين، ومنتخب بولندا ايضا قدر ان هو يعمل نتيجه ايجابيه. عندنا بعض المنتخبات اللي لو حققوا نتائج ايجابيه او تعادلات، منتخب مصر هيكون المنتخب الوحيد اللي ما عندوش ولا نقطه في المونديال. برافو عليك، انا لسه كنت بقول لك ان احنا فعلا ما حققناش ولا نقطه، وده شيء فعلا يعني سلبي للغايه. في الوقت اللي كل المنتخبات فعلا بتؤدي اداء طيب حتى لو خسرت، يعني نيجيريا النهارده زي ما انت بتقول، المغرب قبل كده، تونس بتحاول، في فرق اخرى كمان، السنغال فريق قوي جدا طبعا اعتقد، وده مش كلام انا لوحدي، ده كلام ناس كتير جدا منهم صحفيين اجانب طليان وانجليز وروس بياكدوا ان اي منتخب افريقي كان متواجد في المجموعه الاولى مع اوروجواي وروسيا والسعوديه غير منتخب مصر كان يستطيع ان هو يتاهل بسهوله للدور الثاني. يعني رغم قسوه الجمله نفسها يا كابتن عمر، هل ده الواقع؟ يعني مظبوط، افتقدنا كثير جدا من اليابنا، رغم ان احنا نمتلك النجوم على اعلى مستوى، نمتلك محمد صلاح وهو الاشهر والابرز، وهو بالمناسبه من احد اهم نجوم المونديال. ومعانا تريزيجيه لعيب صاحب قدرات كبيره، ومعانا لعيبه ثانيه كتير، محمد المني مختلف في الارسنال، لكن بصراحه لعيبه خذلتنا، والمدير الفني كان اكثر من اللعيبه في تحمل المسؤوليه. انا عايز اخد حضرتك بقى يا استاذ محمود للنقطه دي. دلوقتي احنا سامعين وشايفين ان يعني
الجمهور المصري بيلوم اكثر على اللاعبين، لكن انا وجهه نظري ان دايما اي مدير فني هو بيكون صاحب القرار في اي حاجه بتخص الفريق، من حيث طبعا اختيار اللاعبين، ومن حيث التشكيله اللي بيبدا بيها، ومن حيث الطريقه اللي بيلعب بيها. فهل حضرتك شايف ان مستر هيكتور كوبر هو الذي يتحمل المسؤوليه بالكامل، وان هو كان ممكن يقدر يعمل باللعيبه اللي موجوده وبالخامات الطيبه اللي موجوده اداء، مش هقول لك نتائج، اداء افضل من كده؟ يتحمل 80% من المسؤوليه. تمام، مظبوط. هيكتور كوبر فعلا ارتكب كوارث في هذا المونديال. ان تلعب بهذا الجبن امام كل الفرق مهما كانت قوتها او ضعفها، دي كانت كارثه بالنسبه لنا. المنتخب السعودي بكل المقاييس رغم احترامنا ليه وتقديرنا ليه، وانه لعب مباراه كبيره جدا بالامس، الا انه بكل المقاييس والتقديرات انه اقل مننا. فانك تلعب معاه بهذا الشكل ده كان وصمه عار علينا جميعا. افتقادنا للكره الهجوميه بيخلينا فعلا نشعر في الملعب ان احنا غرباء. لاعب ال 20% الثانيه انه لا، في لاعبين تقصير برضه ايضا من اللاعبين، وكان في بعض الخروج من على النص، واحيانا وفي الوقت برضه اللي كان في لعيبه كتير ملتزمه وتؤدي دورها على اكمل وجه، كان في لعيبه ثانيه لا تقدر المسؤوليه ولا تعرف انها تمثل شعب عريض وبلد كبيره ومتواجد في كاس عالم بعد 28 سنه. ما قدرتش الموضوع ده خالص، بدليل ان في بعض الفيديوهات اللي اتسجلت لبعض اللعيبه في الغرب عشان مقابل بعض الدولارات. يعني انا كنت طبعا فعلا صراحه يشعرنا جميعا بحزن والم على فكره انك ما تحاولش تشرف بلدك في الخارج او في محفل دولي كبير زي ده. لكن هيكتور كوبر كمان فرصه ذهبيه ان هو يصنع تاريخ لنفسه ولمنتخب مصر في هذه البطوله. تحقيقنا للفوز امام السعوديه كان هيخلينا نحقق اول فوز لينا في المونديال. احنا شاركنا في 34 وخسرنا امام المجر، ثم شاركنا في 90 وخسرنا في مباراه وتعادلنا في مباراتين، ثم في هذا المونديال خسرنا من روسيا واوروجواي. كان امامنا فرصه ذهبيه للفوز على السعوديه على الاقل، لكن فرطنا في الفرصه. كمان هيكتور كوبر قضى على فرص لعيبه كتير في التالق، يعني اللجوء للدفاع بهذا الشكل المهين افقد كتير جدا من لاعبتنا شكلها وقدراتها، وانها تلفت الانظار بشده امام العالم. انت عارف يا كابتن عمر طبعا ان مفيش اهم من كاس العالم، يعني اكيد يعني طبعا اذا كان اللاعب مش هيتالق في كاس العالم هيتالق فين؟ يعني هيتالق في الدوري المحلي او هيتالق في دوره رمضانيه. وبالتالي كاس العالم كان فرصه ذهبيه انه لعيبه كتير من لاعبتنا يثبتوا قدراتهم ومهاراتهم ويلفتوا انظار الانديه الكبيره. لكن هيكتور كوبر قضى على كل الطموحات، لعب بطريقه غريبه فعلا، جرأ الفرق الثانيه علينا بشكل كبير وبشكل واضح، والدليل اللي عمله منتخب السعوديه في الشوط الثاني. افتقدنا لكل القدرات وكل الامكانيات، خلى منتخب السعوديه بيباص براحته، يمرر براحته، يخترق براحته، يعرض كرات عرضيه ويجيب جون جميل في نهايه المباراه. وبالتالي هيكتور كوبر يستحق بالفعل ان يخرج مطرودا بهذا الشكل. وانا استغربت بصراحه من تصريحاته في بعض المباراه لما بيقول ان انا لن انسحب. صحيح عادي انتهى، لكن انا انسحب من الميدان ومساله تجديد عادي سنحسمها في القاهره. لا يعني الرساله الكوبر طبعا الامور لا تحتاج للحسم في القاهره او غير القاهره. الموضوع منتهي، وانا عرفت طبعا قبل المؤتمر كمان ان اتحاد الكوره كان يعني يجهز قرار الاقاله او عدم تجديد العقد، وده كان افضل رد على ان هذا المدرب فشل ذريعا في المونديال برغم نجاحه في التاهل وبرغم نجاحه في التاهل لنهائي افريقيا الاخيره. لكن في كاس العالم الحاليه هذا الرجل لم يكن يستحق التواجد في هذا المحفل الدولي، وبالتالي خروجه من مصر بهذا الشكل هو يستحق بجداره ان يخرج يعني منبوذا مطرودا مرفوضا من الجماهير، لانه بالفعل خذلنا جميعا. استاذ محمود، يعني اخيرا عايز اسال حضرتك واخد رايك، يمكن السؤال ده بطرحه على معظم نقادنا الرياضيين علشان اعرف رايهم. هل يعني عايز اعرف حضرتك رايك في اقامه المنتخب الوطني في جروزني، بالرغم من ان منتخب مصر لم يلعب مباراه واحده في جروزني، كنايه عن ان طلع تصريح بيقول ان المنتخب، يعني اتسال سؤال لمدير المنتخب ورد وقال ان مستر هيكتور كوبر هو اللي اختار الاقامه في جروزني، وانا اشك في الموضوع ده الصراحه. فعايز اعرف راي حضرتك في
ان المنتخب اولا كان قاعد في بلد ما لهاش اي علاقه بمبارياته، ده رقم واحد. رقم اتنين عايز اعرف او معلومه للساده المشاهدين ان المنتخب مصر هو اكبر منتخب قطع مسافات لاقامه مبارياته، سواء راح اكاترينبرج ورجع تاني لجروزني رايح جاي، راح ايضا لسانت بطرسبرج ورجع تاني، راح لفولفسبورغ طبعا المباراه اللي اقيمت فيها مباراه السعوديه الاخيره، ورجع تاني فولفسبورغ اسف، ورجع تاني ل طبعا جروزني بشكل زي ما احنا شفنا. ايه يعني تحس حضرتك ان كل حاجه بعيده عن بعض، فبالتالي ده ممكن يؤدي قد بطوطه يعني. يعني انا عايز اعرف بقى راي حضرتك في الموضوع ده. كابتن عمر للاسف الشديد اختيار مكان المعسكر او قبل بدايه البطوله كمان، انه حتى كمان بالمناسبه الروس نفسهم او الجاليه المصريه المقيمه في روسيا انتعشت من البدايه باختيار جروزني. انت ما عندكش ماتش هناك، ما يعني بعيدا عن المونديال تماما، حتى اجواء المونديال نفسها مش موجوده في جروزني، وبالتالي ده سبب الاختيار. يعني هم طلعوا طبعا بتبريرات غريبه ان الفندق جنب الملعب، طب ما هو منتخب السعوديه اقام في سان بطرسبرغ. يعني ده ردنا على اللي اختاروا المكان المعاصر في جروزني، ان يعني المنتخبات الثانيه كلها اختارت اماكن طيبه وفنادق جيده للغايه وملاعب تدريب على اعلى مستوى في المدن التي تستضيف المونديال. قطعنا فعلا اكبر مسافات، وده كان مسار اهتمام كل الصحافه الاجنبيه هنا، ان ازاي منتخب مصر يقطع كل هذه المسافات. قالوا انه شيشان لها طابع اسلامي والصيام وما الى ذلك. احنا اصلا ما صمناش ايام كثيره خلال المونديال، احنا لعبنا اول ماتش في اول يوم العيد لو تفتكر يا كابتن عمر. طبعا. وبالتالي هي مبررات غريبه تؤكد القصور في الاختيار وفي الاداره، وده كان واضح بشكل كبير جدا. جروزني اثرت؟ طبعا اثرت. بالتاكيد اثرت. خروج المنتخب من اجواء المونديال نفسها اثرت على اللعيبه واثرت على الفريق. وكنا نتحجج ببعض الحجج الواهيه بان احنا بنختار مكان جاي للتدريب، ده طبعا كلام مش دقيق للغايه، وده كان احد مساوئ مصر في المونديال. وعاوز اقول لك ان الجاليه المصريه هنا في روسيا ما حددتش منتخب مصر على الاطلاق بسبب تواجده في هذا المكان، الى جانب في النهايه ان النتيجه المحصله اللي هي يا كابتن عمر، لو انت اخترت مثلا جروزني وحققت نتائج رائعه بالتاكيد يبقى اختارك صح، لكن ان تختار المكان هذا المكان البعيد وتحقق هذه النتائج السلبيه المجزيه يبقى انت عندك غلط. يعني الامور مش عاوزه لا تفسيرات ولا تبريرات، الامور واضحه. هذا اختيار خاطئ واثر علينا بشكل كبير. يعني استاذ محمود شوقي ناقدنا الرياضي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا على قناه الاهلي وتوضيح بعض النقاط في الخاصه بمنتخب مصر وايضا رايه في مباراه نيجيريا والارجنتين. نروح لمداخله مهمه جدا جدا مع الاستاذ خالد لطيف عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم. استاذ خالد برحب بحضرتك. اهلا بيك يا عمر، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. اكيد طبعا يعني كلنا زعلانين، خروج حزين جدا لمنتخب مصر، صفر من النقاط في مجموعه كان عندنا امل ان احنا نكون موجودين في دور ال 16 او حتى على الاقل الخروج بمنظر مشرف، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل. فتعليق حضرتك على اداء منتخب مصر في كاس العالم وخساره في ثلاث مباريات. اتفق معاك يمكن في اللي انت قلته بالظبط. احلامنا وطموحاتنا كانت اكبر من كده. تمام. ادائنا كان اقل مما كنا نتوقع. اداء غير مبرر اغلب الاشواط الثانيه في كل مباراه. تمام. عدم تركيز بشكل غريب جدا، وصل لمرحله الشلل من وجهه نظري في ماتش السعوديه في الشوط الثاني. تمام. ماتش اوروجواي وروسيا ده كوم عندي، وماتش المنتخب السعودي الشقيق اللي انا ببارك له على هذا الفوز باعتباره دولة عربية شقيقة هذا الفوز ده كوم، وأدائنا احنا الشوط الثاني اللي بالنسبة لي يمكن كان صدمة بكل معانيها، ليس على المستوى الفني لكن على مستوى الحماس والقتال والروح المعروف بها كل مصر فينا، ده اللي كنت ما كنتش مصدقه أو مذهول منه.
كنت اتمنى ان على الاقل في ماتش السعوديه تطلع نتيجه مرضيه في اداء مرضي. يمكن الارقام والاحصائيات لصالح المنتخب الروسي والمنتخب الاوروغواني، فلو فازوا عليك بهدف او ثلاث اهداف مقابل هدف ممكن قد تكون النتيجه منطقيه من قبل الاحصائيين والخبراء والمحللين، لكن الاداء امام المنتخب السعودي والهزيمه امام المنتخب السعودي كانت بالنسبه لنا اكثر صدمه في مونديال السابق. استاذ خالد، يمكن من شويه اتحاد الكره قرر اقاله مستر هكتور كوبر، رأي حضرتك في القرار ده، وهل حضرتك كنت مؤيد من البداية وجود هكتور كوبر مديرا فنيا لمنتخب مصر؟ مش هنقول يعني من البداية، ممكن نقول من بعد صعودنا لكأس العالم، هل كنا ممكن نستعين بحد ان هو يضيف الى منتخب مصر والى لاعبي منتخب مصر والى الجماهير اللي كانت منتظرة اداء جيد بعد غياب 28 سنة؟ يمكن انت تعلم واعتقد اغلب المشاهدين يعلمون انا ما كنتش معايا هكتور كوبر في البدايه، واختيار هكتور كوبر يمكن كنت مع مدير فني مصري ثم مع الان جريس كمدير فني لمنتخبنا الوطني، لكن مجلس الاداره له كل التحيه والاحترام والتقدير قرر تعيين هكتور كوبر، فطبعا التزاما مني بقرار مجلس الاداره خلاص الموضوع وقراره انتهى، لكن ما اقدرش اقول لك ان بعد ما احنا صعدنا كاس العالم ان حد ممكن يفكر، وليا تصريح يمكن على الثاني يبقى مجنون اللي فكر في تغيير هكتور كوبر قبل نهايه كاس العالم. ما فعلناه هو من وجهه نظري الاداريه هو الصحيح. ما كنتش تقدر بعد ما هكتور كوبر وصلك لنهايه كاس الامم الافريقيه، بعد ما وصلك لنهايه كاس العالم كنت غايب عنها لمده 28 عام من ايام والدك كابتن ربيع عزيز وكان احد نجوم هذا الجيل، ان انت تقول للمدير الفني شكرا، مدير فني ثاني يجي يبدا من الاول قبل بطوله كاس العالم. انا كنت مع تكمله هكتور كوبر لقيادته للفريق في النهائيات، لكن ما كنتش اتمنى قيادته في النهائيات بالشكل اللي قاد فيها هذا الفريق او هذا المنتخب واداء منتخبنا الوطني بشكل عام في الثلاث مباريات. استاذ خالد، يمكن عندنا تصفيات في شهر 9، فلابد من اتخاذ قرار حكيم وسريع في اختيار مدير فني قادم. الاجواء داخل اتحاد الكره حضرتك شايفها ازاي؟ وازاي اتحاد الكره ممكن يفكر في قياده فنيه جديده؟ هل هو الاتجاه الى مدير فني اجنبي ام الاتجاه الى مدير فني وطني؟ واحنا شفنا ان مع التاريخ المدير الفني الوطني هو اللي بيحقق معظم الانجازات مع منتخب مصر. كلامك مظبوط 100%. يعني في وسط هذه الاجواء اعتقادي الشخصي النهارده قرار بالاجماع اقاله هكتور كوبر والجهاز الفني والاداري بالكامل. نمره 2، اقامه مؤتمر صحفي غدا الساعه 2 ان شاء الله ظهرا في مقر الاتحاد المصري لكره القدم لكشف كل والرد على كل التساؤلات اللي يمكن اثيرت في الفتره الماضيه حول اختيار يمكن مدينه جوزنا. يمكن كنت بسمع القسم الرياضي الاستاذ محمود شوقي اعتقد مظبوط الاستاذ محمود شوقي. ما انا عايز انقل بقى اخد لحضرتك بعد النقطه دي لتعليق حضرتك على وجود منتخب مصر في جروزني. يعني طبعا احنا قرينا وسمعنا وشفنا ان حضرتك المدينه المنتخب مصر ما لعبش فيها، وهي كانت صعبه جدا في التنقلات، ان منتخب مصر هو اكتر منتخب في مشارك في كاس العالم قطع مسافات في الطيران لثلاث مدن مختلفه داخل روسيا. بص يعني في خلفيات كثيره جدا هديك بعضها، تمام، يمكن هتبقى باكملها في المؤتمر الصحفي، لكن ابرز يعني اللي اقول لك عليه اختيار جروزني هو اختيار الجهاز الفني بقياده هكتور كوبر والجهاز الاداري باختيار هذه المدينه، وانت كان امامك حل من اثنين او خيار من اثنين كمجلس اداره، يا تحقق رغبات الجهاز الفني باختياره لهذه المدينه يا اما تختار مدينه اخرى وتخش حزبه ثانيه. انت الذي تتحمل مسؤوليه اختيار مدينه اخرى يعني تقيم فيها لفتره كاس العالم. فده كان احد الاختيارات اللي خلانا نروح لجروزني طبقا لاختيار الجهاز الفني هكتور كوبر والجهاز الفني المعاون والجهاز الاداري. طب راي حضرتك ايه في الموضوع ده يا استاذ خالد؟ يعني راي حضرتك ايه؟ في تفاصيل كثيره بكره في هذا الموضوع. بص الخيار الوحيد اللي كان قدامك اللي ممكن هو كان الاتحاد الدولي بيديك ثلاث اختيارات،
تمام. واحده ما بينهم. كان الاختيار الثاني مدينه سان بطرسبرغ. تمام. الاختيار الثالث كان مدينه اخرى. تمام. كوبر اختار ده لعدة اعتبارات، منها ان المطار على بعد 7 دقائق من الفندق اللي بيتم فيه الفريق، ان في استاد هيبقى مخصص فيه بتدرب فيه وليس ملعب مفتوح كمعظم المدن الاخرى. الاقامه بتبقى منفصله، ما فيش حد يدخل الفندق اللي انت بتقيم فيه تماما، بتبقى قاعد لوحدك، وده كان احد خياراته. فما بالك بقى كنا احنا رحنا قعدنا 3 ايام سان بطرسبرغ والدنيا قامت زي ما انت شفت، ما عادتش. فما بالك لو كنت تم اختيار مدينه سان بطرسبرغ هي الخيار اللي تقعد فيه طوال البطوله، كان ايه اللي هيحصل؟ فدي احد الخيارات. انا بقول لك على بعض النقاط بالاضافه الى بعض النقاط التنسيق يمكن مع وزاره الخارجيه والسفاره المصريه في روسيا بخصوص اختيار هذه المدينه. طب التفصيل هيشرفها المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد ومجلس الاداره في المنتخب. استاذ خالد، يمكن احنا بنتكلم على ان المنتخب كان موجود في جروزني، ما فيش اي مشكله وخلاص مستر هيكتور كوبر اختار انه يكون بعيد، لكن حصل بعض يعني زي ما احنا شفنا فيديوهات من داخل غرف اللاعبين وبيتم اذاعتها في محطات مختلفه، دي حاجه مين يتحملها؟ مين يتحمل خروج بعض الفيديوهات من داخل غرف اللاعبين؟ وحضرتك عارف ان احنا في كاس عالم لازم هيتم التحقيق يمكن في ده بالكامل، هيتم حصر الفيديوهات اللي تم خروجها من قبل بعض غرف اللاعبين. يعني لازم يتم التاكد هل هذه الغرف كانت في روسيا ولا في سويسرا ولا في استاد برج العرب، عشان هناك بعض اللقطات وبعض الصور في مباريات مختلفة ومعسكرات مختلفة سواء ودية أو رسمية. هيتم حصر كل ما هو يمكن داخل فندق الإقامة في سان بطرسبرغ، ويتم معاقبة اللاعبين طبعا في المقام الأول اللي هم عملوا ده، لأن المفروض مهندس عادل هيثم مدير المنتخب تلقى تعليمات من مجلس الإدارة عدم إجراء أي حوارات للاعبين داخل الغرف طبقا لتعليمات مجلس الاداره. فاللي عمل ده اكيد هيتم محاسبته بشكل كبير جدا، لان ده يعتبر نوع من انواع التقصير. لكن بعد التاكد من صحه هذه الفيديوهات ان هي خاصه في المعسكر الاخير اللي كان. استاذ خالد، اخيرا يعني رد حضرتك ايه على الناس اللي بتحمل اتحاد الكره المسؤوليه وتطالب اتحاد الكره بالاستقاله بعد خروج منتخب مصر من المونديال؟ أنا بحترم كل وجهات النظر. تمام، مظبوط. اللي شايفة إن اتحاد الكرة يتحمل جزء طبعًا من هذا الإصرار، هذا حقهم، وزي ما إحنا بنتحمل جزء من الإنجاز ووصولنا لكأس العالم بعد غياب 28 سنة، أكيد كمنظومة إدارية بنتحمل جزء برضه من الإصرار مما لا شك فيه. بحترم كل وجهات النظر. بكرة يتم الكشف عن كل الملابسات والحقائق الخاصة يمكن في فترة المجلس الماضية، وتحضيراتنا احنا كمجلس إدارة بتوفير المناخ المناسب والإمكانيات الإدارية والمعسكرات والمباريات الودية، وأيضا حتى الريكفري بتاع اللاعبين وشراء الأجهزة الخاصة بتحليل اللاعبين الرياضيين، وأيضا بالفيديوهات وتحليل الأداء الخططي والتكتيكي اللي يمكن اشترينا حتى السوفت وير الخاص بتكتيك اللاعبين و و و و وايضا حتى جهازات الاجهزه الخاصه باستشفاء اللاعبين بعد المباريات اللي يمكن كان طلبها بعض اللاعبين اللي بيلعبوا محترفين بره. انت دورك في مجلس الاداره ان انت توفر كل ده، الجهاز الفني دورك في مجلس الاداره ان انت توفر كل المناخ، لكن في النهايه اقدام اللاعبين هي اللي بتكتب يمكن النهايات والانجازات، لكن اكيد المسؤوليه تضامنيه، ودورنا كاعضاء مجلس اداره اتحاد الكره اكيد نتحمل هذا وجزء من. استاذ خالد، يمكن تقلت على حضرتك لكن وجودك كان مهم جدا معايا، وضحت بعض النقاط، فبشكرك شكرا جزيلا على وجودك وعلى ردك على كل الاسئله اللي تم سالها لحضرتك الاستاذ خالد لطيف عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم. هنروح ونشوف تقرير عن اخفاق منتخب مصر في المونديال وارجع اكمل مع حضراتكم.
لم تكن حالة الحزن التي سيطرت على الجماهير المصرية جراء الخروج القاسي للمنتخب الوطني صفر اليدين من مونديال روسيا شيء عادي، لكن قضت القاهرة ليلة حزينة غلفها السواد والبكاء والصمت تارة والهجوم القاسي تارة أخرى. خذل أحفاد الفراعنة جماهيرهم وشعبهم الذي زحف بعضهم خلفه إلى بلاد الثلوج والطقس البارد روسيا لتشجيعهم هناك بعد أن أوقعتهم القرعة في أسهل المجموعات، وكان الأمل يراود الملايين من شعب حزين يبحث عن بسمة إنجاز التأهل للدور الثاني. لكن الإخفاقات نالت من الفرحة بالخسارة من أوروغواي ثم روسيا وأخيرا الصدمة السعودية. منتخب مصر في كأس العالم حاجة احنا ما كناش متوقعينها، بس احساس المنتخب قبل ما يروح كأس العالم ان احنا كده خلاص حققنا الانجاز في مروحنا بس لكأس العالم، فده في حد ذاته هزيمة من قبل ما نروح. احنا ما عملناش مستوى خالص في كأس العالم الموسم ده خالص، مستوى 0%، ما فيش اداء ليه ما تعرفش، يعني اللعيبة كلها بنتكلم على لعيبة عالمية بتلعب معنا في منتخب مصر، ما فيش اداء ما فيش اي حاجة. بالنسبة للشعب 100 مليون مليون مش عارفين يطلعوا 11 لاعب من 100 مليون، ده حاجة ماشي، وده حاجة وصلنا لكاس العالم المفروض كنا جبنا مدرب صح. والله ده كان طبيعي لسوء الادارة اللي تم بيها المنتخب الفترة الاخيرة، كان عندها سوء اداره، مش هقدر اقول لك ان اللعيبه ما ادتش، اللعيبه في لعيبه كتير ادت عليها وبزياده، كان عندنا بعض اللعيبه كان عندهم خلل كبير جدا وكان في ضعف عندنا في خط الظهر، بس احنا عندنا خلل اداري هو ده السبب الرئيسي في كل المشاكل اللي حصلت لنا في كاس العالم. لم يخفي شعب مصر حزنه الشديد ليس بسبب الخساره فقط، ولكن الى امور عده من بينها الشكل الباهت الذي ظهر عليه الفريق وغياب بصمات الارجنتيني كوبر الذي حمله الاغلبيه المسؤوليه. لو وطن يبقى احسن، لان احنا جربنا الاجنبي ما منوش فايده، تعبنا وحرق دمنا وبهدلنا. ارشح كابتن حسن شحاته، انجازاته 2006 2008 2010 فاهم المنتخب اداؤه حلو، كنا حتى في كاس القارات كنا نفسنا نروح كاس العالم في كاس القارات، لعبنا كسب البرازيل كسبت 4-3 بالعافيه، كسبنا ايطاليا عملنا ماتش حلو قدام امريكا اتغلبنا 2-1 مش كده، بس كان ادائنا مرضين. دلوقتي اداء المنتخب مصر لا يساوي حاجه، مدرب وطني لا ينفع يجي ياخد فلوس ويمشي. لا وطني طبعا حسن شحات، لان دي بلده وابن بلده والتاني ما يهموش. لا طبعا مدرب وطني ابن البلد، الفتره اللي جايه دي محتاجه واحد من البلد نفسها ان هو اللي يمسك المنتخب. والله انا برشح المدرب الوطني، يعني لو حضرتك بصيت على 2006 2008 كان معانا الكابتن حسن شحاته، كان مد روح للفريق، هو الواحد مش عارف يعاتب على مين، بس هو يعني احنا عارفين ان لعيبه مصر عندها اكتر من كده. رحل كوبر وعاد المنتخب الى مصر وسط احزان شعبه الذي يترقب من سيقود الفراعنة في الفترة المقبلة. أهلا بحضراتكم من جديد، وفقرتنا فقرة حكاوى المونديال. يعني بعد مباراة مصر بالرغم من خروج منتخب مصر وزي ما احنا شفنا أداء غير مشرف للكرة المصرية، لكن هناك نقطة مضيئة، هناك اسم يسطع في سماء العالمية، هو اسم مصر، اسم واحد نجم من نجومنا اللي قدروا يحققوا لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأيضا هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في أفريقيا وينافس على لقب أفضل لاعب في العالم. يعني تحصل صدفة في شوارع روسيا إن مشجع مصري لابس تيشيرت محمد صلاح وبيتجول فيها في شوارع روسيا ويلاقي أو طفل لابس تيشيرت ميسي بيقابله وبيتوسل إلى المشجع المصري في تبديل تيشيرت محمد صلاح. محمد صلاح ما بقاش هو أو بقى مثل أعلى لكل الأطفال اللي موجودة. شفنا بعد مباراة أورجواي لما كافاني راح بدل معاه تيشيرت هو على مقاعد البدلاء وقال له أن أولادي بيحبوك جدا جدا. فبالتالي يعني نقطة مضيئة لمصر وحاجة نفخر بيها، محمد صلاح هيظل هو لاعبنا المفضل ويظل هو نجمنا المفضل اللي بيحقق الإنجازات واللي بيفرحنا. محمد صلاح واحد من الأسباب، يعني مش هنضحك على بعض، الأهلي ومحمد صلاح هما الاتنين الحاجتين الوحيدين اللي بيفرحونا في كرة القدم سواء على المستوى المحلي أو سواء على المستوى الأوروبي. محمد صلاح بسم الله ما شاء الله مع ليفربول في الدوري متألق، في الشامبيونز ليج متألق، بيأدي بشكل رائع جدا. علشان كده جبنا لحضراتكم فيديو
الحادث او الواقعه اللي حصلت ما بين الطفل والمشجع المصري، ما فيش شك ان شرف لاي حد فينا ان هو لما يكون موجود في بلد خارج مصر واول حاجه بيقول انا مصري بيتقال له محمد صلاح على طول. فيعني ربنا يكرمه ويبعد عنه شر الاصابات ويحبب بقى فيه كل خلقه. فتعالوا نروح ونشوف الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم. بدلها 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 دو ات دو ات دو ات دو ات. طيب نرجع مع حضراتكم لأهلاوي في المونديال، وكل حلقة بيكون معنا لاعب أهلاوي شارك في مونديال إيطاليا 34 أو شارك في مونديال إيطاليا 90. وبالتالي نختار النهاردة مع حضراتكم أو اخترنا بالفعل مع حضراتكم الكابتن عادل عبد الرحمن نجم مصر ونجم النادي الأهلي اللي شارك في مونديال إيطاليا، وأكيد طبعا يعني حقق الكثير من الأداء الرائع. شارك أكيد في مباراة هولندا اللي كلنا شفناها وتابعناها، ولحد وقتنا هذا بنتشرف بهذا الجيل. فعلشان نعرف أكتر عن كابتن عادل عبد الرحمن هنروح لتقرير صوتي ونرجع نكمل مع حضراتكم. عادل عبد الرحمن مهاجم النادي الأهلي الذي اختاره الجنرال الراحل محمود الجوهري لتمثيل منتخب مصر في نهائيات كأس العالم عام 1990 بإيطاليا. هو واحد من نجوم كبار ينتمون للقلعة الحمراء، سطروا أسماءهم بحروف من نور بين قائمة تاريخية نالت شرف الظهور في المونديال. شارك عادل عبد الرحمن بديلا في مباراتين من ثلاث مباريات خاضها منتخب مصر في نهائيات كأس العالم عام 1990، فحل بديلا أمام هولندا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكذلك شارك أمام إنجلترا في الشوط الثاني. اختيار الجوهري لعادل عبد الرحمن في ظل كوكبة من نجوم خط الهجوم في مصر عام 90 أكدت جدارته وجدارة أبناء النادي الأهلي بحمل المسؤوليات الكبيرة والدفاع عن شعار المنتخب الوطني في أكبر المحافل الدولية. عادل عبد الرحمن أهلاوي في المونديال. ومعانا على التليفون نجم اهلاوي في المونديال الكابتن عادل عبد الرحمن نجم مصر والنادي الاهلي والمدير الفني الحالي لفريق الشباب بالنادي الاهلي. يا كابتن عادل. اهلا يا كابتن عمر، ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وانتم طيبين. حضرتك بصحه وسلامه، منور يا كابتن اهلاوي في المونديال. الله يخليك، يعني ده حاجه جميله ان قناتنا قناه النادي الاهلي
تفتكر اولادها اللي شاركوا في المونديال، وهم على طول فاكرين كل اولاد النادي الاهلي الحمد لله. يعني اكيد يا كابتن عادل حضرتك واحد من نجوم مصر من النادي الاهلي، ولعبت كاس العالم 90، شاركت في لقاءين، لقاء يعني اللقاءين الاقوى، لقاء هولندا ولقاء انجلترا. لكن بقى عايز اعرف حضرتك تحكي لي كده عن الاجواء واول مشاركه ليك امام هولندا ومباراه انجلترا، طبعا اكيد المباراه اللي كانت سبب في خروج منتخب مصر. عايز اعرف بقى من حضرتك الكواليس والاجواء اللي كنت بتمر بيها في المونديال ايطاليا 1990. والله بص يا كابتن عمر، هقول لك انه البدايه كانت في كاس العالم، كانت بدايه جيده لينا احنا قوي كمنتخب مصر. يمكن في حاجه لازم الناس تبقى عارفاها تماما، انه الفرق ما بين المنتخب الحالي والمنتخب بتاعنا كان سنه 90 كان فرق كبير قوي في الميديا. احنا ما شفناش اللعيبه اللي كنا باللعيبه، كان اول مره نشوفها لايف في الملعب، واول مره نقابلهم كانوا في الملعب. لكن دلوقتي تقدر لعيبه المنتخب يلعبوا اللعيبه الكبار بتوع الانديه وبتوع المنتخبات العالميه، انت فاهمني؟ فدي كانت عارف لو كنا كان عندنا ثقه شويه كنت اتخيل ان احنا كنا عملنا حاجه مع هولندا، لان كنا الافضل والاحسن في مباراه هولندا. حتى مباراه انجلترا يمكن لازم الناس تعرف ان احنا عملنا كاس عالم كويس جدا. انت كنت في مجموعه قويه للغايه، انت كنت مع هولندا بطل 88 كاس امم اوروبيه، والتصنيف الاول عالميا كان في الوقت ده كان ايرلندا. واللعيبه يا كابتن عادل اللي موجوده فان باستن وخالد ورايكارد، ويعني اللعيبه على اعلى مستوى، يعني ما فيش اقوى من كده لعيبه في الوقت ده كانت موجوده غير في هولندا. وانجلترا كانت انجلترا ما حدث ولا حرج طبعا، يعني فرقه كبيره في كره القدم. ورغم هذا انت كنت في المباراه الثانيه، وصلنا هنلعب المباراه الثالثه في المجموعه، وصلنا ان احنا نبقى كله بنطين كله، كنا ساعتها بنطين نقطتين. وعندها هدف والمباراه الاخيره كانت الفايز. لو كنا اخر الربع ساعه يعني اتحفظنا شويه وما دخلش فينا الهدف، كنا ممكن نصعد دور ال 16 وكانت سهله قوي. ولكن عايز اقول لك انه اداء لعيبه المنتخب كان في المنتخب بتاعنا كان عباره عن مجموعه خبرات كويسه قوي، زائد مقاتلين كويسين قوي، زائد شباب لسه طالع، فكانت توليفه جيده. كابتن محمود الجوهري ادى مثل كبير قوي، يعني اللي انا شفته في كاس العالم معانا مع كوبر خلاني اترحم على الكابتن جوهري قوي، يعني دي حقيقه. طب يا كابتن عادل، انا عايز اسال حضرتك سؤال محدد، ايه الفرق ما بين جيل 90 وجيل 2018؟ جيل 90 كان لعيبه كويسه وكان معانا مدرب عظيم. جيل 2018 لعيبه كويسه لكن معاهم مدرب هزيل، دي حقيقه يعني هيكتور كوبر يا كابتن عادل لا يتناسب مع طموحات ولا امكانيات لاعبي منتخب مصر. هيكتور كوبر لا يتناسب انك تاخده مساعد معاك في جهاز. انا مش بهزر، ده راجل اتغلب 13 فاينل، والناس يقول لك انا ما كنتش بنتقده كتير قوي قبل كاس العالم علشان طبعا رايح يلعب كاس العالم، ولكن في الوقت الحالي انا بتكلم فنيا، الراجل ده مش فاهم حاجه تماما يعني. بجد يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا مشفق على البلد. واحد زي كوبر راح بينا كاس العالم، بيقول لك هو ودانا كاس العالم بعد 28 سنه، برضه ما كنتش عايز اتكلم. تعال شوف مجموعه مصر في كاس العالم، كانت كنا لاقي قوي ومحسوسين جدا، والاداء بتاع مستر كوبر مع اوغندا مع اي فرقه بيلعبها زي مع غانا اللاعب الفرنسي. بص يا كابتن عمر اقول لك حاجه مهمه قوي، اتفضل. كوبر لو لاعب فرقه مثلا من الدرجه الثانيه هيلعبها 4-2-3-1، لو لعب البرازيل هيلعبها 4-2-3-1. هو مش فاهم يعني ايه طريقه لعب، هيقول لك ده مرن انديه كتير. يا جماعه المدربين الاجانب بره ده سيستم، هو ممكن يمشي كويس عشان معاه مجموعه جيده قوي من القصد في العمل ممكن يشيلوه، لكن هو اصلا طول عمره مش فاهم حاجه، لا لدرجه انه خسر 13 فاينل. واحد يخسر 13 فاينل يعني اتعلم من الاولاني، اتعلم من الثاني، يخسر 13 فاينل، اصل مباراه الفاينل مباراه مدرب. فهو اول ما تيجي مباراه مدرب مش مباراه سيستم، البطولات مباراه سيستم، يعني المباريات الاولانيه سيستم وفرقه ونادي وكبير وحاجات من دي، لكن انت بتتكلم في الفاينل بقى اللي هو فيه مدرب
لا مستر كوبر احبطنا. عندنا لعيبه جيدين جدا، عندنا مجموعه هائله من اللعيبه، عندنا لعيبه ممكن تأدي كويس، لكن وعدم الانضباط كمان من الاداري وصلنا للحاله دي. ففي فرق كبير قوي ما بين جيل 90 وجيل 2018. الفرق اللي هو الاكيد ولازم نعترف بيه ان ده كان محمود الجوهري رحمه الله عليه وده كوبر. الفرق الثاني ان كان في لعيبه كبار كانوا بيتحملوا المسؤوليه. يعني انا عايز انا مشفق على محمد صلاح جدا والله بجد. يعني احنا انا عايز اعتذر له، عايز اعتذر لمحمد صلاح واعتذر لبعض اللاعبين الرجاله اللي لعبوا مباريات كويسه، لكن ما كانش فيه روح، مش دي روح تلعب في المونديال. انا عايز اقول لك والناس تراجع الموضوع ده، الكره اللي مجدي طلبه ضيعها في المباراه بتاعت هولندا، لو شفت مدى الروح بتاعت اللعيبه بتاعتنا. واول ما ويمكن الكابتن ربيع ياسين ممكن تربن اتكلم معاه وشوف هيقول لك الكلام اللي انا بقوله لك ده. احنا كنا بعد ما ضيعنا الفرصه دي عندنا امل اللي احنا لازم نكون وعايزين نتحرك. وهولندا وكان فيها لعيبه عصام مش اوروجواي ولا روسيا. روسيا هي اتغلبت 3-0 من اوروجواي لانها فرقه ضعيفه جدا، لكن عايزه قوه، عايزه جدعان، عايزه قلب. الموضوع مختلف كتير ما بين جيل 90 وما بين جيل 2018. جيل 2018 خد خبرات كويسه قوي، لعب في انديه يمتلكوا جيل كويس، يمتلكوا اربع لعيبه من على اعلى مستوى، ولكن ويكفينا ان احنا نمتلك محمد صلاح افضل من افضل لعيب العالم في الوقت الحالي. ده ميسي لوحده بيكسب فرقه، ولكن محمد صلاح تصادم مع مدرب ما ساعدوش، مدرب ما قدرش يساعد اللعيبه. كل اي حد في الدنيا، اي حد في الدنيا المدرب ما عرفش يعمل لمحمد صلاح طريقه يريحه. اي مدرب هيلعب محمد صلاح لازم احط له واحد سبورت وراه. عملت ايه يا كبر عشان تضرب من الناحيه الثانيه عشان تخف الضغط على محمد صلاح؟ حاجات كتير قوي. يعني عشان كده بقول لك جيل 90، لا جيل 90 مختلف وكان محسوس بمحمود الجوهري. الله يرحمه. الله يرحمه كابتن عادل. اكيد يعني نجم اهلاوي في المونديال الكابتن عادل عبد الرحمن. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، ودايما يا كابتن عادل موفق ان شاء الله في يعني المهمه الجديده في تولي فريق الشباب بالنادي الاهلي، وان شاء الله تقدر تطلع مواهب تمثل النادي الاهلي في الدوري وبطولات افريقيا ان شاء الله. نروح مع حضراتكم للفقره السادسه وهي فقره المونديال في الشارع. مونديال في الشارع زي ما حضراتكم عارفين بننزل وبنسال الجمهور عن رايه في اداء المنتخب وايضا في كاس العالم بصفه عامه، فعشان كده هنروح مع حضراتكم للجمهور المصري في الشارع عشان نعرف منه بعض الاراء وارجع اكمل مع حضراتكم. متابعتنا لكاس العالم مش هو ده كاس العالم اللي احنا متعودين عليه بفرحته بلمته بالاجواء بتاعته بالكلام ده. المستوى حلو الحمد لله، وانا شايف ان فرقه ماشيه بمقاهستها، بس الفرقه العربيه بتاعتنا يعني مستوى متضاعف الا الفرقه مثلا اللي هي بتاع المغرب، هي اقوى فرقه موجوده دلوقتي. يعني هي بطوله كاس العالم المره دي يعني شويه مختلفه يعني عن البطولات اللي قبل كده، وكانت هتبقى مختلفه اكتر لو مثلا فريق زي المانيا ده مثلا ما كانش فاز على السويد. يعني كان فريق كبير زي المانيا لو طلع مثلا كان هيبقى موضوع مختلف خالص. يعني مستوى فني بطولة كاس العالم السنه دي بصراحه غير السنين اللي فاتت كلها، يعني مستوى يعتبر متوسط نسبه 60-50%. بولندا برضو يعني في فرق اصلا صعدت ما مسحتش على مستوى جامد، يعني لان دلوقتي انت عندك كل الفرق القويه اللي المفروض بتنافس على البطوله، يعني من اول ماتشات ليها بتتعادل وبتخسر. عندك المانيا وعندك ارجنتين وعندك اسبانيا امبارح متعادله بالعافيه، يعني اسبانيا كان ممكن تطلع اصلا امبارح لولا جون ايران. فانا شايف ان البطوله هتبقى صراحه مش متوقعه خالص. انا مش عارف ايه البلد اللي ممكن تاخدها، ما اقدرش ارشح حد. متوسط عشان اغلب الفرق الكبيره مستوى متوسط. الارجنتين النهارده ممكن تخرج، اسبانيا بردك كان مستوى مذبذب. الفرق اللي مش مشهوره هي اللي عملت شغل، كرواتيا، ايسلندا، نيجيريا حلوه،
السنغال حلوه. لا هو المستوى احنا اتخدعنا فيه يعني، واحد كان حاطط امل في على المانيا واسبانيا والفرق الكبيره ديت والبرازيل والارجنتين، يعني دون المستوى احنا اتخدعنا في المستوى بتاعهم يعني الصراحه يعني. اهلا بحضراتكم من جديد. سمعنا وشفنا مع حضراتكم اراء الجمهور المصري في المونديال، كله بسم الله ما شاء الله، بقى عنده رؤيه، بقى يفهم في امور كره القدم. الجمهور المصري عاشق للكره، عشان كده لما بنقول ان مستر هكتور كوبر احلامه وطموحاته لا تتناسب مع الجمهور المصري بنكون صادقين مع حضراتكم. الجمهور المصري دايما بيحب البطولات، بيحب منصات التتويج، عشان كده كان لازم نسمع رايه ويشارك معنا في المونديال على قناة الأهلي. عملنا تقرير تاني أيضا يعني أخذنا رأي الجمهور عن مين هو الحصان الأسود لبطولة كأس العالم. في كلام كتير جدا وفي آراء كتيرة، لكن هنشوف ونسمع الناس أجمعوا على منتخب إيه. هنروح ونشوف مين الحصان الأسود وأرجع أكمل مع حضراتكم باقي التقارير. شايف ان شاء الله هتبقى كرواتيا بسبب يعني طبعا طريقه اللعبه، نص الملعب بتاع طبعا كوفازيتش ومودريتش وراكيتش طبعا لعيبه كبيره وكده، فادائهم كويس في كاس العالم وطبعا فازوا على الارجنتين ففرصتهم كويسه ان شاء الله. بلجيكا اكيد، بلجيكا اللي عملت اداء حلو جدا في كاس العالم، ما كانش متوقع لها ان ما شاء الله تصعد دور 16. كرواتيا طبعا اثبتت ان فريق تقيل وفيه لعيبه ممتازه، فريق جماعي وعندهم مهارات وبيلعبوا لاخر دقيقه في الماتش. السنغال ان شاء الله تبقى احسن، اللعيبه فيها بتحب بلدها وعندها انتماء قوي لبلدها وبيدوا مجهود لمنتخب بلدها عكس المنتخب بتاعنا يعني. المكسيك هو دلوقتي فريق متكامل دلوقتي يعني، انت لو دورت المجموعه بتاعته هتلاقيهم في المانيا والسويد وكوريا طبعا طالعه، هم خدوا 6 نقط من ماتشين، لهم ماتش كمان تعادلوا فيه وصلوا، فريق متكامل بيأدي كله مع بعض. السنغال ان شاء الله فريق متعاون وبرضه في لعيبه كتير محترفه في الدوريات الاوروبيه. كرواتيا يعني اللي هي ما عندهاش لعيبه كتير قوي اللي جامدين، بس اللي هو لعبتها اللي بتلعب الدوري الاوروبي ساعدتها انها تصعد وصلت يعني. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما احنا سمعنا يعني معظم الجمهور مجتمع على ان كرواتيا الحصان الاسود، مفيش شك ان كرواتيا كمان بعد أداءها اللي شفناه أمام أيسلندا والعلامة الكاملة 9 من 9. يعني خلصنا تقارير في الشارع مع الجمهور وسمعنا آراءه عن مونديال روسيا وأيضا عن رأيه في الحصان الأسود. جه وقت أن أنا أستقبل ضيفي وضيف حضراتكم الناقد الرياضي عمر صبحي علشان يتكلم معنا بصفة عامة على أداء منتخب مصر وعن رأيه في المونديال وأيضا في مباريات اليوم وغدا. نروح لفاصل سريع وأرجع مع حضراتكم علشان أستقبل ضيفي. أهلا بحضراتكم من جديد في آخر فقرة في المونديال على قناة الأهلي، ودايما آخر فقرة بيكون معايا ضيف علشان نتكلم بشكل عام على المونديال وعلى المباريات اللي بتقام في نفس اليوم ورأيه أكيد في بطولة كأس العالم، وأكيد كلامنا هيبقى أيضا على مستوى منتخب مصر والخروج بشكل سيء من مونديال روسيا 2018. عشان كده هيكون معايا ضيفي وضيف حضراتكم الناقد الرياضي بجريدة الشروق الأستاذ عمر صبحي. ازيك يا عمر؟ ازيك يا كابتن عمر، أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين وأهلا متابعين كأس العالم. كأس العالم مثيرة، كأس العالم ممتعة، كأس العالم مختلفة عن كل كأسات العالم شفناها قبل كده. طيب رأيك بقى في كأس العالم، ما دام أنت بدأت الكلام عن كأس العالم، رأيك إيه في المونديال روسيا 2018؟ رأيك في المستويات، رأيك في النجوم اللي موجودة،
بالرغم من ان كاس العالم لحد دلوقتي ما فيش اي مفاجآت، كل المنتخبات الكبيره هي اللي صعدت لدور ال 16، لسه مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بكره او بعده، لكن رايك بشكل عام عن مونديال روسيا 2018؟ هو ما فيهوش مفاجآت على مستوى المنتخبات اللي صعدت، بس في مفاجآت على مستوى الاداء المقدم من كل المنتخبات سواء الصغيره او الكبيره. شفنا منتخبات كبيره ما كانتش بتخسر، او ما كانش في مخيلتنا الصوره الذهنيه ان منتخب زي منتخب المانيا ده ممكن يخسر في دور المجموعات. منتخب الارجنتين بيقدم اداء وبيصعد بيتاهل بالعافيه، زي منتخبات تانية كتير. منتخب الأوروغواي عمل أداء مذهل، منتخب كرواتيا أحرق كل مجموعة منتخب كل المجاميع عموما بالأداء اللي بيقدمه، بالاعتماد على متوسط ميدان زي كوفيتش وراكيتش ومودريتش. شفنا الفار في كأس العالم، معرفش بصراحة تقنية الفار ممكن الكبيرة بس بالظبط تقنيه الفار ممكن توصلنا لايه. فدي كانت اول حاجه نشوفها في كاس العالم. فشلت يا عمر تقنيه الفار من وجهه نظرك؟ ما اقدرش اقول انها فشلت، لان هي ساعدت الحكام كتير اكتر جراه، بقت الحكام بقى اكتر جراه في الملعب، بالرغم ان هي بتاثر نوعا ما على الاداء التكتيكي للحكم في الملعب، بتاثر نوعا ما على القرار، لكن هي ادتهم جرأة في احتساب ركلات الجزاء، ادتهم جرأة في احتساب، ويعني موضوع التلاعب وموضوع فكرة ان الحكم ممكن انه يكون نوعا ما مرتشي او الحاجات اللي كنا بنعاني منها على الفترات اللي فاتت كلها في معظم كاسات العالم والبطولات القارية نوعا ما مبقتش موجودة شوية. لكن أثرت سلبيا في حاجات، أثرت سلبيا في رتم المباريات، أثرت سلبيا في أداء المنتخبات، أثرت سلبيا في أن لازم خلاص الحكم ما بقاش هو الكلمة العليا، بقى أن دايما الحكم لو احتسب حاجة، وإحنا شفنا اللعيبة وفي لعيبة أذكية جدا بتقدر تأثر على الحكام زي سيرجيو راموس، زي يعني بوجبا بوجبا. طب ركلة جزاء منتخب مصر، هل أنت شايف أن ركلة الجزاء اللي على منتخب مصر الثانية عموما تتحسب؟ لا هي فيها ركله. طب تابعت ماتش نيجيريا والارجنتين؟ يعني شفت يعني ممكن تكون ما تابعتش بسبب يعني الطريق وكده، لكن كان في ركله جزاء لنيجيريا او في لمسه يد على منتخب الارجنتين لنيجيريا، الحكم رجع للفيديو، هي فيها لمسه يد بس الحكم ما احتسبهاش. هل انت شايف ان تقنيه الفيديو ممكن الحكم ياخد الموضوع ان هو حسب قرار فمش عايز يرجع فيه، فهو بيتاكد من تقنيه الفيديو عشان يسكت الجميع، فبالتالي يقول انا قراري كان صح من البدايه؟ ما هي دي احد الجوانب السلبيه اللي كنت بكلمك عليها فعلا. بحس الموضوع كده جاي على نفسيه الحكم قوي، بالظبط ازاي تشككوا في يعني ازاي حد يشكك في قراري؟ بالظبط. واللعيبه ابتدت تستخدم ده بقى، اول ما الحكم يحتسب ركله جزاء ويحتسب فاول او اللعيبه تقول له ارجع للفار، فده بيرجع ياكد ان هو لا انا صح، انا وجهه نظري صح، فبيرجع يحسبها او ما يحسبهاش على حسب رايه في الاخر، لان الفيفا بتمنحه هو في الاخر القرار النهائي في المباراه. او هل ممكن ده يتغير مع الوقت ان القرار ما يبقاش للحكم؟ لو كده بقى يبقى خلاص نجيب بقى جهاز كمبيوتر هو اللي يشوف الاخطاء التحكيميه من بره ويحكم. يعني دايما التحكيم جزء من لعبه كره القدم. شفنا منتخبات كبيره جدا بتكسب كاس عالم بالتحكيم طبعا، وشفنا انديه كبيره جدا بتخسر في دوري ابطال اوروبا بالتحكيم. فهي جزء من كره القدم، هي جزء من متعه كره القدم. يعني اكيد احنا بنتكلم على كاس العالم، عايز اعرف رايك في منتخب مصر. يعني رحنا كاس العالم علشان نجيب اهداف، ما يبقاش كابتن مجدي عبد الغني هو اللي جايب هدف منتخب مصر في كاس العالم 90، رجعنا بثلاث هزايم وصفر من النقاط. رايك في تجربه منتخب مصر في كاس العالم بعد غياب 28 سنه، ورايك في مستر هيكتور كوبر، هل هو كان مناسب لمنتخب مصر من البدايه، وهل هو يتناسب مع طموحات واحلام الشعب المصري اللي دايما الكره دي عمر بتكون مفرحاه؟ فبالتالي زي ما انت شفنا الحزن الكبير جدا والامال اللي كانت متعلقه بالمنتخب زي ما انت شايف مأثره بشكل سلبي جدا على الشارع المصري. هي دي القصه، هي دي القصه، ان احنا رايحين المونديال، الناس حاطه هدف ان هي تلغي اسطوره كابتن مجدي عبد الغني، الناس حاطه هدف ان هي نشوف نتألق علشان نحاول نوصل لانديه او ولادنا يحاولوا يحترفوا في انديه اكبر في اوروبا، ناس ثانيه حاطين اهداف او شايفين ان المنتخب ما يقدرش يتأهل لدور ال 16 وان هو يرجع، ناس ثانيه شايفين ان المنتخب طبيعي في وسط مجموعه ضعيفه بتتكون من روسيا والسعوديه والاوروغواي. شايفين مجموعه ضعيفه؟
اضعف مجموعه في المونديال. هي مجموعه فنيا ضعيفه لكن على المستوى احنا بنتكلم طبعا مقارنه بالفرق الاخرى لا هي... لا يعني هي فنيا ضعيفه لكن على المستوى الاستراتيجي يعني استراتيجيا هي مش ضعيفه يعني لان انت معاك المستضيف المونديال معاك روسيا اللي هي البلد المستضيفه للمونديال 3-0 معاك السعوديه ديربي ومباراه صعبه جدا طبعاً. فهي استراتيجيا او كعلاقات هي مش مجموعه ضعيفه لكن فنيا على ارض الملعب 11 لعيب قدام حصاد 11 لعيب لا هي مجموعه ضعيفه انت ممكن تكسب كل الماتشات بما فيهم مباراه اوروجواي بالظبط فخلينا نتكلم ان في الاول المشكله المحدده لمنتخب مصر اللي احنا كنا رايحين روسيا مش عارفين احنا رايحين ليه مش عارفين ايه الهدف بتاعنا اللي احنا رايحين نوصل له مش عارفين احنا رايحين ان احنا نعمل اداء مشرف ونرجع ولا لا او ان احنا رايحين نوصل لدور ال 16 بشكل يقول للعالم كله ان مصر تاهلت لروسيا 2018 ولا لا يعني المنتخب السعودي كان بيتكلم ان هو عايز يعدي حاجز النقطه وان هو عايز او يمكن دي تاني احسن مشاركه ليهم في مشاركات كاس العالم وفعلا المنتخب السعودي قدر يوصل لهدفه بالرغم من هزيمه كارثيه من روسيا و5-0 لكن لو شفنا المسؤولين السعوديين طلعوا ببيان اكثر من رائع تحملوا النتائج بشكل رئيسي جدا تم تجديد عقد بيتزي النهارده خلاص بالظبط الاعلان عن تجديد عقد بيتزي عموما كل المنتخبات العربيه ابتدت تتخذ اجراءات الا مصر يعني اجراءاتها كانت بطيئه نوعا ما في عدم الاعلان يعني في الاعلان عن رحيل هيكتور كوبر او عدم تجديد تعاقده كان نوعا ما كان بشكل بطيء جدا لان احنا في مصر بناكل كوره وبنشرب كوره عندنا ان احنا نعلن عن رحيل هكتور كوبر ده حاجه تهدينا شويه يمكن او تهدي الشارع المصري شويه اتاخروا جدا في الاعلان دكتور اشرف صبحي اتاخر جدا في حتى في البوست اللي نشره على الفيسبوك في ان هو هيحاسب المسؤول عن كده تفتكر ان ممكن يتم المحاسبه فعلا ولا زي ما بنسمع بيتم يعني كلام عن ان احنا هنحاسب فلان وفلان ايوه اصل هيحاسب مين بعدين ما حدش بيتم هيحاسب مين هيقول ايه هيطلع يتكلم عن ايه يعني ما هيقولوا له ده احنا وصلنا كاس العالم من بقالنا 28 سنه ما وصلناش ما هي في ناس اهدافها كده ايه ده احنا الاخيرا رايحين رحنا كاس العالم ما هي المشكله ان اللي حتى لو احنا خرجنا بصفر من النقاط بشيء في مشاركه مونديال روسيا 2018 هل احنا اتعلمنا؟ هل احنا شفنا ان منتخب مصر ممكن في مشاركاته او المشاركه القادمه في التصفيات وان شاء الله نصعد كاس عالم هل ممكن ده يدينا دافع ايجابي بما ان مصر بقى لها 28 سنه ما شاركتش فاحنا ما عندناش الخبره الكافيه زي ما انت قلت احنا مش عارفين هنعمل ايه؟ هل انت شايف ان ممكن منتخب مصر ان شاء الله يبدا ان هو مع اختيار جيد لمنتخب لمدير فني جيد لمنتخب مصر مع الاستعانه بجهاز فني ايضا على اعلى مستوى انه يساهم في نقل الكره المصريه من ان شاء الله من يعني من الدرجه او المستوى اللي هو فيها نبقى زي المغرب وزي نيجيريا وزي منتخبات افريقيه وزي السنغال هل انت شايف ان ده ممكن يحصل الفتره القادمه ان شاء الله للاسف يا عمر اللي يرد على السؤال ده هم المسؤولين اللي يعني بكره في المؤتمر هنسمع عن ايه بالظبط هم المسؤولين اللي مسؤولين عن منتخب مصر ومسؤولين عن الاستراتيجيه والخطه اللي حاطينها لو كان في هدفهم ان احنا رايحين السنه دي او رايحين روسيا عشان نتعلم السنه دي وفي قطر 22 رايحين عشان نقدر ننافس ونتاهل ورايحين عشان نحط اسمنا في قطر 22 يبقى دي قدرنا نستفيد من المشاكل كمان اللي حصلت في المونديال اداريا ومشاكل مع الشركه الراعيه واكتر من كده لكن على المستويات الفنيه اعتقد لاعبتنا خدت خبره كبيره اعتقد لاعبتنا مجرد ان اسمها يكون موجود في المونديال ما بتكلمش على النواحي التاريخيه لكن ان يكون عندها المشاركه الدوليه في كاس عالم لا اعتقد ان هي طبعا استفادوا لان احنا لاعبتنا بتقدر تستفيد اكتر من الجوانب السلبيه في حياتها عموما يعني عندنا لعيبه بلغه الكوره يا عمر تقيله طبعاً. بيقدروا من المشاكل يطلعوا اهم النقاط اللي يقدروا يستفيدوا منها من عز الانتقادات بيقدروا يستفيدوا من اهم المشاكل عندهم علشان يقدروا يطوروا من نفسهم اكتر في الفترات اللي جايه يعني اكيد تابعنا النهارده كان عندنا اربع مباريات دنمارك وفرنسا واستراليا وبيرو نيجيريا والارجنتين واسلندا وكرواتيا يعني هبدا معاك بمجموعه فرنسا هل انت شايف ان فرنسا بعد الاداء اللي قدمته خلال ثلاث مباريات فوزين وتعادل ايضا منتخب استراليا اللي انا شايف ان منتخب بيرو هو ده الاداء المشرف فعلا لاي منتخب عايز يكون ليه تواجد بيرو ما عندهاش اي امل لعبت على الثلاث نقاط ايا كان ايه وضعها بس كسبت وادت اداء مشرف وكسبت 2-0 هل انت شايف ان منتخب فرنسا قادر على
المنافسة على اللقب، بالرغم من أن منتخب فرنسا طبعا عنده نجوم كثيرة جدا، هو أعلى نسبة تسويق حوالي مليار وكسر من المليون في قيمته التسويقية. هل شايف أن منتخب فرنسا قادر على الصعود إلى المباراة النهائية بالمستوى اللي شفناه؟ بالضبط عمر، زي ما انت قلت منتخب مليار و200 مليون، في جريزمان وجيرو وعثمان ديمبلي وكانتي وبوجبا وسكواد يعني 23 لعيب تقال جدا جدا، ومبابي غير اللي ما اخدهمش، ده غير اللي ما اخدهمش يعني، ومش عارف يسجل جون في الدنمارك يعني. الموضوع غريب جدا يعني، الدنمارك وفرنسا يعد ان هو من اكتر مباراه رتيبه وممله وما فيهاش اي نواحي فنيه او تكتيكيه. بالظبط، اول مباراه تخلص كمان بنتيجه سلبيه في المونديال وما فيهاش اي نواحي فنيه حتى، ولا استمتعنا بالمباراه. ودي بالنسبه لي كانت مباراه غريبه جدا، لان الدنمارك قدمت في المباراتين اللي قبلهم مع استراليا ومع بيرو قدمت اداء حلو، اداء ممتع، لكن لما يكون في فرقه زي فرنسا فيها السكواد ده مليء بتخمه النجوم دي، وفرنسا يعني اللعيبه اللي فيها بلغه الكره عمر هم بيعرفوا يلعبوا كوره يعني، لعيبه مهاريه، لعيبه بيعرفوا يأدوا وما يطلعوش في الاخر الاداء المقنع ده ويكسبوا مجرد فوز للتأهل. ما اعتقدش، اعتقد ان مباراة فرنسا قدام الارجنتين هي قمة العشوائية يعني، دي قمة العشوائية في كاس العالم، سان باولي قدام ديشامب يعني. بالظبط، هيطلع في الاخر كم من العشوائية يعني الارجنتين متعادلة 1-1 وعايزة تتأهل سيمي فاينل، عشوائية هتبقى مباراة فعلا. والله بقول فرنسا محتاجة مدير فني زي منتخب مصر كده، ما عنده لعيبة كويسة، محتاج مدير فني يعرف يعني يتعامل مع كيمياء المنتخب المصري، وعنده لعيبه على اعلى مستوى يعني. انا نفسي افهم لاكازيت وبنزيما هيفضل لحد امتى يعني، مش هيضمهم الى المنتخب. لكن عايز اسالك سؤال، طب هل الدنمارك او هل حسابات المديرين الفنيين بتختلف في دور المجموعات عن الادوار اللي فيها نوك اوتس او الادوار الاقصائيه؟ بالظبط، واكيد الادوار الاقصائيه المباراه والاكسترا تايم بيختلف حتى في مشاركه اللعيبه. حتى بنتكلم على التعادل وان المباراه كانت ممله، فالدنمارك مديرها الفني يقول انا يعني اتعادل واعمل ماتش ممل او اعمل ماتش وحش، بس اخد اللي انا عايزه من المباراه، نقطه تصعبني دور 16 وابقى مع اقوى 16 منتخب في العالم. لو ده الدنمارك عايزاه، لان ده مستوى الدنمارك يا عم. تمام، مظبوط يعني، لان الدنمارك لا تعدي من المصاف الاول في دول العالم او المصاف الاول في منتخبات اوروبا. تمام. لكن ما ينفعش يكون ده مستوى فرنسا. ممكن يعني يكون منتخب فرنسا تفكيره ان انا صعدت خلاص، فانا ليه يعني ليه اجاري منتخب الدنمارك؟ ليه اتصاب؟ ما هي دي هويه البطل. عمرنا ما شفنا المانيا بتعمل كده، عمرنا ما شفنا البرازيل بتعمل كده. هي دي المشكله في منتخب فرنسا حاليا، ما عندهمش هويه البطل. عندهم امكانيات فنيه عاليه جدا على المستوى الفردي للاعبين، لكن ما فيش مدير فني يقدر يحفزهم اكتر على الفوز وان هو يوصل بيهم لنتائج اكبر وفعلا يخوف المنتخبات اللي جايه تقابله في الادوار الاستقصائيه زي منتخب الارجنتين. هي دي المشكله، اللي هي شخصيه البطل مش موجوده. يعني هروح معاك للمباراه الثانيه، ممكن استراليا وبيرو. انا اتكلمت على بيرو علشان موقفها ما عندهاش امل، لكن اداء مشرف، عرفت ان هي تاخد اللي هي عايزاه من المباراه، هدفين 3 نقاط. زي ما انا قلت تاني، خروج باداء مشرف 3 نقاط اعتقد ان هم مهمين ليها، دفعه معنويه حتى في مستوى تصفيات امريكا الجنوبيه. كاس عالم جاي ممكن يكون ليها شان اكبر بكتير من بطوله كاس عالم 2018. شايف ان منتخب استراليا تهاون في مواجهته امام منتخب بيرو، ان هو شاف ان منتخب بيرو ما عندوش امل، فبالتالي هو كان ممكن يفوز عليه بكل سهوله، وده اللي ما لقاهوش في اللقاء، ولا منتخب بيرو يعني بيقصوا عليه بهدفين؟ اعتقد ان دي عموما سمه منتخبات امريكا الجنوبيه. امريكا الجنوبيه دايما بتحب الكوره، بتحب تلعب كوره، بتحب تأدي. بالظبط، بتحب تأدي في الملعب برجوله كمان يعني. على عكس في اوروبا النواحي الفنيه اكتر بتسيطر على المباراه. لكن في امريكا الجنوبيه كل المنتخبات، برازيل، ارجنتين، اوروجواي، تشيلي اللي ما تأهلتش لكاس العالم، بيرو، عندهم رجوله في الملعب، دايما بيوصلوا للي هم لنتيجه المباراه، لا احنا نازلين عشان نكسب مهما كان الخصم، مهما كان المنافس، مهما كان الطموح، او مهما كان احنا هنوصل لايه بعد ما نكسب. هم عندهم اول حاجه اولويه المكسب، وده اللي بنشوفه دايما في الاداء الرجولي في الملعب من لعيبه بيرو. حتى الخسارتين اللي خسرتهم في المباراه الاولى والثانيه، لا هم قدموا اداء برضو ممتع نوعا ما، وعلى قد المسؤوليه اللي هم تحملوها لكاس العالم. خسروا نفسهم مباراه الدنمارك، ضيعوا ركله الجزاء. بالظبط، يعني انت عارف بدلك سوء توفيق يعني. لكن هروح معاك للمباراه او للمجموعه الرابعه، والمباراه الممتعه واللي كلنا تابعناها، واكيد كلنا كان قلوبنا مع المنتخب النيجيري، لكن منتخب نيجيريا
خبرة منتخب الأرجنتين هي اللي هي تحسم صعوده لدور ال 16. منتخب الأرجنتين تقدم، نيجيريا اتعادلت، ضيعت أكتر من فرصة. منتخب الأرجنتين في آخر لحظات المباراة، وزي ما يكون إن الوقت بدل الضايع هو لعنة على المنتخبات الأفريقية والعربية، إن الأرجنتين بتنجح في خطف 3 نقاط والصعود دور ال 16. شايف منتخب الأرجنتين بقى مع سان باولي والاتهامات اللي بتتوجه له، عدم الدفع بديبالا، عدم دم إيكاردي من البداية اللي هو هداف الدوري الإيطالي 29 هدف، بنتكلم في إن ديبالا نجم اليوفنتوس واحد من أمهر اللاعبين اللي موجودين، هل أنت شايف إن خورخي سان باولي مش عارف يتعامل مع نجوم الأرجنتين، أو هل هو من النوعية من المدربين اللي هي بتحب المنتخب ما فيهوش نجوم علشان يعرف يمشي أموره ويعرف إن هو يقود المنتخب؟ يعني أنا مش فاهم بصراحة سان باولي، يعني ما يعني اصلا ما ينفعش اكون يعني بص يا عمر، اصل احنا بنتكلم في لوجيك، ما ينفعش اكون انا خسران يعني متعادل 1-1 ومحتاج جون وعندي جنبي ديابالا واجويرو على الدكه وادفع بميزا وبافون، يعني الموضوع صعب يا عمر، ده مش محتاج تفكير. يعني الفكره انت يعني سان باولي بيفكر ازاي؟ دي الكوارث. انا سان باولي ان هو كان متالق مع تشيلي، انا مش عارف دي مفارقه غريبه. يعني هو سان باولي صنع اسطوره، يعني تشيلي صنعت اسطوره سان باولي، راح اشبيليه فشل، رجع الارجنتين فشل ذريع، ميسي اهله في تصفيات امريكا الجنوبيه، ميسي ما الارجنتين ما قدرتش تكسب ولا مباراه بدون ميسي في تصفيات امريكا الجنوبيه، دخل كاس العالم مدرب بيلعب 3 مباريات بثلاث خطط مختلفة، مرة 4-3-3 ومرة 4-2-3-1 ومرة 3-4-3، يعني مفيش أصلا ثبات في التشكيل. يعني قبل كأس العالم يا عمر كنت روح لأي محلل عالمي قول له تشكيل منتخب الأرجنتين إيه اللي تتوقعه من خلال رؤيتك أو من خلال فرجتك على تصفيات أمريكا الجنوبية، مفيش. سان باولي ما حطش أصلا البيزكس بتاعت الفريق، ما حطش عمود الفريق اللي يقدر يبني عليه في كأس العالم. يعني في اي فريق محتاج حارس مرمى، قلب دفاع، واحد ميد فيلدر، وسط مهاجم ومهاجم، ده ما يسمى بعمود الفريق في كره القدم. سان باولي اصلا ما قدرش يبنيه في خلال فترته مع الارجنتين قبل تولي مهم كاس العالم، وده اللي بيعاني منه دلوقتي. مشاركه ميزا او مشاركه بافون، يعني دايما الناس تطلع تقول هو ليه ميسي في الارجنتين مش زي ميسي في برشلونة. يا جماعة يعني هي ببساطة جدا، ميسي في برشلونة لما يباصي لحد بيقدر يجيب جون، ولما حد يباصيله هو بيقدر يجيب جون. في الأرجنتين ولا حد عارف يباصيله ولا حد عارف يوصل له الكرة. يعني النهاردة شفنا بانيجا قدر فعلا نوعا ما ان هو يقدر يوصل الكرة لميسي، ودي كانت فرصة وحيدة في الشوط أول قدر يجيب منها هدف، وفي الشوط الثاني كان الموضوع صعب جدا 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 تسجيل الأهداف، لأن قدر يحكم قدر المنتخب النيجيري يقفل بشكل كويس جدا على بانيجا، وقدر يقفل بشكل كويس جدا على ميسي. وحتى الهدف الثاني جه من ماركوس روكو كرة عالية وان فيرست تاتش، يعني اللي هو الموضوع جه أنا شايفه باي لك، حتى مش الخبرة اللي أهلت المنتخب الأرجنتيني. ميزا وبافون، ميزا ده ثالث ماتش ليه دولي، بافون ده ثاني ماتش ليه دولي، الحارس أرماني ده أول ماتش ليه دولي، اللي هو طيب فين تواجدك مع المنتخب الأرجنتيني؟ يعني طب هل أنت مع إن حارس المرمى أخطأ فبالتالي لازم أعاقبه واستبعده من التشكيلة؟ هل ده يعني بيحصل من مدير فني زي ما انت قلت عشوائي بس ماسك منتخب كبير زي منتخب الارجنتين؟ شفنا كابايرو في مباراه كرواتيا يعني اخطا زي ما اي حارس بيخطئ، لكن هل انت شايف ان انا اعالج الامر بالاستبعاد؟ انا شايف ان شخصيه المدرب القويه ممكن تخلق من الخطا ده حارس عظيم بالظبط، لكن سان باولي لجأ لاسهل حل، وان انا هجنبه وان انا ابعد عن كلام الصحافه الاسبانيه قبل الارجنتينيه، في ان انا بضيع ميسي وببعده عن حلم المونديال، في ان انا هبعد عن انتقادات الجمهور الارجنتيني بان انا لا كابيرو لا، طب انا خلاص هقعده وانزل ارماني، حتى لو غلط اقول يا جماعه ما هي دي الخيارات المتاحه ليا، انا هجيب منين؟ يعني انا مش هطلع حارس من عندنا. فهي دي الفكره، ان هو لجأ في الاخر مش ان هو يقوم الحارس او يخلق منه حارس عظيم، لان المشاكل هي اللي بتخلق لاعبين كبار، لا هو لجأ ان هو يستبعده
في النهايه يعني. فسامباولي بصراحه مشاركته مع يعني انا بشوف ان اضعف حاجه في منتخب الارجنتين هو مديرهم الفني على مر على يعني في اخر خمس ست اعوام هو مدير الفني دايما اضعف حاجه في منتخب الارجنتين. طيب رايك في منتخب نيجيريا المشرف للكره الافريقيه بعد يمكن مشاركته في مجموعه صعبه قدر يفوز على منتخب ايسلندا خسر من كرواتيا لكنه في يعني مع الارجنتين لحد اخر خمس دقائق من المباراه كان قريب جدا من الصعود. هل انت شايف ان منتخب نيجيريا كان لا يستحق الخروج من دور المجموعات وايه اللي مختلف عن اداء نيجيريا قبل كده؟ هل هم استفادوا من الاخطاء ومن التعثرات اللي حصلت لهم قبل كده وبداوا ان هم يطوروها ويستفيدوا بيها في كاس العالم الحالي؟ خلينا اقول لك ان اول مباراه بين نيجيريا وكرواتيا خلتنا نشوف منتخب نيجيريا او ما نديلوش حقه بالاداء السلبي اللي ظهر منهم. كانوا خايفين صح؟ بالظبط بالظبط. اول مشاركه ليهم كانت صعبه جدا امام منتخب كرواتيا وكمان منتخب كرواتيا قدر ان هو يمسك الملعب بشكل كويس جدا ويحكم الملعب ويحكم متوسط الملعب بشكل كويس جدا ويخنق كمان المنتخب النيجيري. وكمان يعني مدرب المنتخب النيجيري بدأ بتشكيل نوعا ما خاطئ وده اللي غيره في مباراة ايسلندا. فدي خلتنا نحكم على المنتخب النيجيري ان هو استكمالا بقى للمنتخبات الافريقيه المنتخب النيجيري يستمر في تقديم مستوى ضعيف. لكن في الحقيقه ابهرنا بصراحه ابهرنا في ماتش ايسلندا اداء رجولي ونادر من لعيبه المنتخب النيجيري ان هم يقدموا اداء رجولي على مستوى المهاري. لكن قدموا فعلا اداء ممتع اداء ممتع وشرف القاره الافريقيه يعني. عمر ايسلندا وكرواتيا، كرواتيا بتفوز على ايسلندا يعني كرواتيا العلامه الكامله. رايك في منتخب كرواتيا؟ البعض بيقول ان منتخب كرواتيا قادر على الفوز بكاس العالم. هل كرواتيا هيتالق في دور المجموعات زي ما احنا قلنا ان دور المجموعات بيكون ليه كرايتيريا او معايير معينه وبتختلف عن الادوار الاقصائيه؟ يعني كرواتيا لا منتخب تقيل بس ان هو يفوز بكاس العالم دي عايزه مواصفات مختلفه. زي هرجع اقول لك تاني شخصيه البطل. هرجع اقول لك تاني الخبرات عند جميع اللاعبين وعند المدير الفني. في منتخبات كتير جدا يا عمر ممكن بادائها تتاهل لادوار استقصائيه وتقدم اداء ممتع نوعا ما. لكن في الاخر في تكات كده بسيطه في كره القدم دي اللي بتحكم يعني. وده ما اعتقدش ان هو لسه موجود عند المنتخب الكرواتي بالرغم من ان هو عمل اداء مبهر في اليورو الاخير وكمان اداء كويس جدا في مجموعه صعبه جدا في كاس العالم. لكن فكره انها توصل ممكن يعني فكره انها توصل لنهائي كاس العالم فكره موجوده ممكنه لكن اعتقد ان هي صعب بتحصل يعني لان ما عندهمش لسه البيزكس بتاعت بطل العالم. طيب هنروح لتقرير عن منتخب المغرب اللي ابدع في بطوله كاس العالم لكنه ودع البطوله. منتخب المغرب شرف الكره العربيه زي ما انا قلت وهفضل اقول على منتخب المغرب. هنروح ونشوف تقرير عن منتخب المغرب وارجع اكمل مع عمر صبحي. خرج المنتخب المغربي مرفوع الرأس من مونديال روسيا 2018 رغم حصوله على نقطة فقط من تعادله أمام إسبانيا أمس الاثنين بهدفين لمثلهما وذلك في ختام مباريات الدور الأول بالمجموعة الثانية التي ضمت أيضا البرتغال وإيران. كاد المنتخب المغربي أن يكلل مستواه المميز على مدار ثلاث مباريات منذ انطلاق البطولة بفوز تاريخي على الماتادور لولا لعنة الدقائق الأخيرة التي أهدت إسبانيا هدف التعادل. على الرغم من أن المنتخب السعودي هو الوحيد الذي حقق الفوز الوحيد للعربي في المونديال بفوزه على المنتخب المصري إلا أن خروج المغرب كان من نوع مختلف بسبب الأداء المتميز والندية التي ظهر عليها اللاعبون خلال المباريات الثلاث الماضية. استغل المنتخب المغربي مشواره بالمونديال بالهزيمة أمام إيران في الجولة الأولى بهدف ذاتي ثم تلقى الهزيمة الثانية أمام البرتغال بهدف رونالدو الوحيد في اللقاء حيث كان أسود الأطلس ندا قويا لرونالدو ورفاقه طوال أحداث اللقاء ظهروا بشكل أكثر من رائع أرهقوا دفاعات الخصم لكن جهودهم لم تكلل بالنجاح. في مباراة الأمس قاتل 11 لاعبا على أرض الملعب
من أجل تقديم مباراة وداعية للمونديال تليق بالمستوى الحقيقي للمنتخب المغربي، لا سيما أن منتخب إسبانيا الذي يعد ضمن المرشحين للفوز بالبطولة. ظهر خطاء الوسط والدفاع بشكل جيد خاصة في الشوط الثاني، كما تمكنوا من الحد من خطورة إيسكو، إنييستا ودييغو كوستا بغض النظر عن لقطتي الهدفين. للمرة الثانية تنتهي آمال المغرب في الخروج بالنتيجة المطلوبة بتلقي هدف بعد الدقيقة 90، فلولا هدف إسباس في الدقيقة 91 لحقق الأسود إنجازا تاريخي بالفوز على أبطال العالم النسخة قبل الماضية. نعم، تلقى أسود الأطلس خسارتين، حصل على نقطة فقط من التعادل أمام إسبانيا، إلا أنه المنتخب الوحيد الذي تنطبق عليه ابدع وودع. أهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما شفنا وتابعنا تقرير عن المنتخب المغربي الشقيق لشرف الكرة العربية. تعليقك بقى يا عمر على أداء منتخب المغرب سريعا كده في مباراته الأخيرة أمام أسبانيا وبشكل عام في كأس العالم. المغرب بقدم أداء رائع جدا مع هيفي رينارد، ما للأسف مجموعة ما خدمتوش، ومجموعة ما ادتوش الظروف والإمكانيات اللي ممكن تأهله دور ال 16 وتخدم فكرة الأداء الجيد والأداء الممتع اللي هيفي رينارد بيقدمه مع كل المنتخبات الإفريقية اللي بتولى الإدارة الفنية ليها. لكن على المستوى العام من وسط المنتخبات العربية المنتخب أدى أداء رجولي يتحسب له والتاريخ هيذكره فيما بعد. المنتخب الأسباني مشكلة كارثة في الأداء الدفاعي اللي بنشوفها في برشلونة وفي ريال مدريد من استقبال الأهداف، شفناها وتأثر بها المنتخب الأسباني، ما عندوش مشكلة في إحراز الأهداف على قد ما عنده مشكلة في استقبال الأهداف. ولو بصينا في الدوري الأسباني هنلاقي إن أقوى قلب دفاع هو دفاع أتلتيكو مدريد، استقبل 22 هدف بس، وده كمان هو أقوى دفاع في كأس العالم، خيمينيز وجودين اللي ما استقبلوش ولا جون في كأس العالم من 3 مباريات حتى الآن، على عكس المنتخب الأسباني اللي استقبل 6 أهداف. ده بالنسبة لمجموعة. طيب سريعا، كوريا الجنوبية وألمانيا، شايف بكرة اللقاء مين أقرب للفوز؟ كوريا الجنوبية وألمانيا ما فيش خيار، كوريا الجنوبية يعني ما عندهاش الفرص. ألمانيا إيه بالطبع، والمكسيك والسويد، المكسيك مباراة ممتعة جدا، مباراة ممتعة جدا. هي لسه المكسيك ما تأهلتش، عندها 6 نقاط، عندها ممكن مباراتين هي صعدت، بس احنا بنتكلم زي كرواتيا عايزين العلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مواجهات. شايف ازاي مواجهة المكسيك مع السويد؟ لا اعتقد هتكون مباراة ممتعة جدا برضو يعني، لكن الأقرب ليها للتعادل يعني. طيب صربيا والبرازيل، يعني صربيا والبرازيل، كوستاريكا وسويسرا، 3 فرق عندهم، صربيا عندها أمل، البرازيل عندها أمل، سويسرا عندها أمل. شايف صربيا والبرازيل المباراة تمشي في سيناريو دفاعي سيناريو هجومي؟ لا لا لا، سيناريو هجومي. البرازيل ما بتعرفش تدافع، صربيا هتحاول تسجل وتستغل الأخطاء الدفاعية اللي في قلب الدفاع البرازيل، لكن أعتقد أن البرازيل أقرب يعني. طيب سويسرا كوستاريكا، سويسرا شاكيري وتشاكا هيحاولوا يثبتوا أكتر ويحاولوا يحسب الفيفا بالضبط ويكسوا المنتخب الصربي يعني. طيب هقول لك يعني إيه سريعا برضو، أوروغواي والبرتغال في دور 16. أوروغواي والبرتغال، لا أنا أتوقع أن أوروغواي بالأداء بالنظام اللي فيه المنتخب البرتغالي اللي فيه المنتخب الأوروغواي اللي قدر يطبقه في 3 مباريات، بالرغم من إصابة كمان خيمينيز أنه مش هيلحق مباراة البرتغال، لكن أعتقد أفضل يعني الأوروغواي. طيب روسيا وإسبانيا، روسيا وأسبانيا، المنتخب الروسي هيحاول بمفاتيح اللعب يستغل النقط الضعف اللي هو في تشيرشيف يعني، يستغل نقاط الضعف في قلب دفاع المنتخب الأسباني، لكن المنتخب الأسباني الأقرب طبعا. طيب الدنمارك وكرواتيا، كرواتيا عندها مثلث رعب في نص الملعب تقدر تكسب بيه الدنمارك. الماتش العشوائي الأرجنتين وفرنسا، لا ده عشوائي هتوقع ازاي يعني؟ مين ممكن يكسب فرنسا؟ لا صعب، لا ما يعرفش، لا اصل ديشام ممكن يتجن وسامباولي كده مجنون، فلا الموضوع صعب، اتوقع الماتش ده فعلا صعب يعني. طيب. اتمنى الأرجنتين طبعا. طيب عمو يعني عمر صبحي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، شرفتني ونورتني، واكيد استفدنا منك كتير بكلامك الفني ورايك على كاس العالم روسيا 2018. شكرا ليك يا عمر، استمتعت بيك، واتمنى اكون ضيف خفيف جدا على جماهير الاهلي في قناه الاهلي. نورت حبيبي. كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين في المونديال على قناه الاهلي، يعني تابعنا مع حضراتكم اليوم ال13 لفعاليات كاس العالم روسيا 2018. بكره
ان شاء الله هنكون موجودين مع حضراتكم في نفس الميعاد من الساعه 10 للساعه 12 وكلام جديد وكلام ان شاء الله كواليس واخبار على مونديال روسيا 2018. نشوفكم بكره على الف خير. تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.